اول موضوع نتعرف عليه في الشاست. وخدوا بالكم هنبدا في الاول خالص. طبعا لازم كل اللي قاعدين قدامي مذاكرين السكيم كويس قوي، وباين ينفع عليكم ان انتم مذاكرينه كويس قوي. حتى ما تذكرش احنا سائلين الكلام ده امبارح، يعني حتى ما انتوش معقول ذاكره الدبانه يعني اللي هو ايه عرفت كلام اكيد فاكرين. فهنبدا اول حاجه النيمونيا، واول عنوان النيمونيا هو الديفينيشن. ركزوا معايا يا جماعه، ركزوا معايا. الديفينيشن بتاع النيمونيا ايه؟ اول حاجه هو انفلاميشن. خد بالك من كلمه انفلاميشن دي، يعني مش مجرد انفكشن يا دكتوره، مش مجرد انفكشن، انما انفلاميشن. بس انفلاميشن اوف ايه بقى؟ ما تقوليش انفكشن في اللنج، لان طب ما البرونكايتس برضو انفكشن في اللنج، والبرونكيولايتس انفكشن في اللنج. امتى اقول انت عندك التهاب رئوي او عندك نيمونيا؟ لما يبقى الانفكشن اوف ديستال لنج. خد بالك في لازم تحط هنا بقى خطين، خط تحت كلمه انفلاميشن وخط تحت كلمه ديستال. معايا ولا مش معايا؟ فده كده الديفينيشن خلصنا منه. طب وبعد الديفينيشن عايزين نعرف بقى ايه الايتيولوجي، او عشان نقول الايتيولوجي تعالوا نقوله في جزء من عنوان كبير قوي اللي هو الكلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن اوف نيمونيا في كذا تقسيمه عندنا بقى. التقسيمه الاولى يقسمه لك كاب وهاب. كاب اللي هي كوميونيتي اكوايرد نيمونيا، يعني النيمونيا اللي بتيجي فين يا جماعه؟ في المجتمعات، اللي هو رحت النهارده نزلت في المدارس، في على القهاوي، في المجتمعات عموما، دي اسمها كوميونيتي اكوايرد نيمونيا. وطبعا الموست كومن اورجانيزم اللي بيعمل النوع ده هنقوله كمان شويه اللي هو نيوموكوكاي، يعني جايز النيوموكوكاي يمثل 35% لوحده. المهم بقى، وفي نوع اسمه هاب. هاب اللي هي ايه؟ هوسبيتال اكوايرد نيمونيا، اللي هي النيمونيا اللي بتيجي فين بقى؟ في المستشفيات، بس ما تهربش. يعني ايه ما تهربش؟ يعني ما تستهبلش، يعني ما يدخلش واحد النهارده المستشفى يجيله نيمونيا يقول لك ده هاب وانتوا اللي جايبين لي نيمونيا في المستشفى. لا، عشان تبقى هاب فعلا لازم افتر 2 دايز ايه يا جماعه؟ ادمشن، يعني بعد يومين من الادمشن. معايا ولا مش معايا؟ انا كل مره اتصور بعد يومين من ايه بقى؟ من الادمشن. واضح ولا مش واضح؟ يعني بعد 48 ساعه، انما قبل كده دي تعتبر برضو ايه يا جماعه؟ كاب، اللي هي كوميونيتي اكوايرد نيمونيا. المهم بقى، وطبعا الاورجانيزمات اللي بتعمل هاب هنقولها كمان شويه. المهم ندخل بعد كده نتكلم في كمان تقسيمه ثانيه خدتوها في الاطفال السنه اللي فاتت، اللي هي ايه يا جماعه؟ في عندنا لوبر نيمونيا وفي برونكو نيمونيا. لوبر نيمونيا اللي هي ايه يا جماعه؟ عندنا طبعا ادي الرئتين اهم، واضح ولا مش واضح؟ لوبر نيمونيا اللي هي بتاخد لوب واحد بس. معايا؟ لوبر نيمونيا اللي هو كل اللي حصل عندك نيمونيا في لوب واحد. فطبعا ده نوع كويس ولا مش كويس؟ ده كويس، لان معنى كده ان مناعتك كويسه، قدر جسمك ان هو يحد النيمونيا في لوب واحد بس. انما لو مناعتك متنيله ب 60 نيله، اميونو كومبرومايز لاي سبب ان كان، هتلاقي النيمونيا متنطوره في الرئتين، يقول لك بايلاترال وباتشي، فيقوموا يسموها برونكو نيمونيا. اذا اللوبر نيمونيا دي حاجه حلوه ولا مش حاجه حلوه؟ هي احسن من البرونكو نيمونيا، لان معنى كده ان مناعتك ايه يا جماعه؟ مناعتك كويسه. انما البرونكو نيمونيا بتبقى بايلاترال وايه يا اولاد؟ بايلاترال وباتشي. خدوا بالكم من حاجه مهمه بقى، ان البرونكو نيمونيا دايما ما بتحصلش نيمونيا مره واحده، لكن دايما تبدا بايه يا جماعه؟ وركزوا معايا، تبدا الاول برونكايتس، اسمها برونكو نيمونيا، يعني واضح ان هي في الاول ايه يا جماعه؟ برونكايتس. وبعد كده الاورجانيزم ينط على ايه؟ على البرونكيولز، يعمل برونكيولايتس، وبعد كده يحصل نيمونيا. وعشان كده انا دايما بقول ايه بقى؟ اللي عنده لوبر نيمونيا خلاص، طب اللي عنده برونكو نيمونيا لازم تديله قلمين الاول. ليه تديله قلمين الاول؟ لان خد بالك هو جاي اتس تو ليت، لان هو كان عنده في الاول برونكايتس، بعدين برونكيولايتس، بعدين ايه يا جماعه؟ بعدين نيمونيا. انما اللوبر نيمونيا مره واحده هيجي لك لوبر نيمونيا، وخد بالك بتبقى مناعتك ايه يا جماعه؟ كويسه. الايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن اللي هو الاسباب بقى، ايه الاسباب اللي تجيب نيمونيا؟ الاسباب اللي تجيب نيمونيا لازم نقسمها مجموعتين كبار جدا، اللي هم ايه؟ انفكشس ونون ايه يا جماعه؟ انفكشس. وهو ده اللي خلاني في الديفينيشن اقول كلمه ايه بقى؟ انفلاميشن. نخلص من النون انفكشس الاول، نخلص من الهاي في الاول. نون انفكشس زي ايه بقى؟ حاجات كيميكال، حاجات فيزيكال، وخدوا بالكم كمان كولاجين ديزيز، وخدوا بالكم كمان في ادويه تعمل انفلاميشن في الديستال لنج، يعني تعمل لك نيمونيا. زي ايه يا جماعه مثلا الادويه؟ نبدا بالادويه. في دواء شهير جدا خدتوه في الفارماكولوجي، انتوا ضعاف في الفارماكولوجي انا فاكر، بس هو في دواء شهير جدا لازم تبقوا عارفين المعلومه دي، كان دواء بيعمل نيومونايتس. اسهلها لكم، كان الدواء ده من الاحتياطات بتاعته ان لازم نعمل تشيست اكس راي، لان بنتاكد على ايه يا جماعه؟ عشان نشوف لانه بيعمل نيومونايتس احيانا تكون قاتله. ايه هو الدواء ده؟ كان اسمه ميزو. ميزو ايه بقى؟
ميزوتريكسيت. الميزوتريكسيت على فكره جه سؤال السنه قبل اللي فاتت او من 3 سنين، لا كان من 3 سنين على الحاله، وقال له ايه الاحتياطات اللي بنعملها لما واحده ست تاخد ايه يا جماعه ميزوتريكسيت. كل الناس كانوا بيركزوا على ايه بقى، ونشوف الليفر فانكشن، لا نشوف السي بي سي. لكن مين فيك يا مصر افتكر ان هو يكتب كلمه ايه يا جماعه، نعمل تشيست اكس راي عشان نطمن عن نيومونايتس، لان الميزوتريكسيت بيعمل انترستيشن لانج ديزيز ويعمل نيومونايتس، والنيومونايتس قد تكون ايه يا جماعه قاتله. في حاجات فيزيكال زي واحد غاوي يتعرض لاشعاعات كتير، في حاجات كيميكال زي غازات الحروب، الكولاجين ديزيز بقى، في امراض في الكولاجين ديزيز كتير جدا تعمل نيومونايتس، هنقولها في الروماتولوجي. لكن في مرض شهير جدا بيعمل نيومونايتس، يعني كل مصر هتقول ايه يا جماعه مثلا لما اقول لك ايه الامراض اللي في الروماتولوجي اللي تعمل نيمونيا، كلكم هتقولوا ايه؟ هتالف هتقول لي سيستميك لوبس، صح ولا غلط؟ هتالف هتقول لي روماتويد، هتالف هتقول اه هنا واجبي. اقول لك وانت بتالف اوعى تالف ايه، في مرض يبقى حظك يبقى حظ وحش قوي في الحياه، اللي يدخل يقوم كاتب كولاجين ديز اكزامبل ويقوم يخبط في دماغه ايه يا جماعه، في مرض نيفر ان هو يعمل لانج مانيفيستيشنز اللي هو اسمه ايه على بولي ارترايتس نودوزا. حتى بالاماره قلنا زمان قالوا الكلام ده في روماتولوجي بولي ارترايتس نودوزا. هما ليه سموه نودوزا؟ نودوزا عشان نوع حاجتين، اول حاجه نو بالمونري مانيفيستيشنز، ونوسي انكا اللي هي الكنكه اللي انتوا بتقولوا معايا. انا مش عارف، وعلى فكره على الرغم حتى ما اجي اشرحه في الروماتولوجي هقول لك حاجه غريبه قوي، ان هو على الرغم ان اسمه بولي بالبي اهي، ومع ذلك نو بالمونري مانيفيستيشنز. جت ازاي دي؟ الله اعلم. شفت بقى يا جماعه يعني زي بي وبي ومع ذلك يقول لك ايه يا جماعه نوبل مون. فانا بقول كده لان ممكن بتالف، طبعا انتوا عارفين الطلبه بيسيعوا في الامتحان ولا هو مذاكر ولا حاجه، وطبعا يقول له ايه الحاجات النون انفكشنز يا ابني، يقول له يا دكتور في حاجات فيزيكال زي واحد غاوي يتعرض لاشعاعات، في حاجات كيميكال زي غازات الحروب، في حاجات كولاجين ديزيز زي مثلا بولي ارترايتس نودوزا زي سيستميك لوبس. وانت بتقول كده هتلاقي لف كده مديك صفر ورجع لك تاني. فالبولي ارترايتس نودوزا ما بتعملش ايه يا جماعه، ما تالفهاش. طب في سندروم تاني شهير قوي، مين مذاكر روماتولوجي، سندروم شهير قوي بياخد الرئتين، وكنا قلناه قبل كده، سمعتوا عن اللي انا بسميه دايما وينجر، مش هو فيجنر بقى، انا بسميه دايما وينجر جرانيروماتوزيس. عارفين السندروم ده بيجي في الامس كيو كتير على فكره، اسمه هو اسمه اصلا وينجر اللي هي بالالماني فيجنر، لكن انا بسميه وينجر ليه؟ هي مش هتفرق لو طلعت في الامتحان وينجر هو الراجل مش هياخد باله، يعني يا جي قبل الان ولا الان قبل الجي، بس انت لما تقول وينجر تفتكر كل حاجه في السندروم، لان وينجر يعني بياخد كل حاجه في منها ايه يا جماعه وينجين، يعني كل حاجه في منها اتنين، يعني بياخد الرئتين ولا لا، اه ياخد الرئتين، ياخد الكليتين ولا لا. طب ساعات يجي في الامتحان مثلا سؤال ده ام اس كيو على فكره، يقول لك الوينجر اللي انا هسميه وينجر بقى ياخد اول اوف ذا فولوينج اكسبت، ياخد وينجر الاختيارات لانج هارت ما بياخدوش، لان ما عندناش غير ايه اربع جي اي تي، يعني ما يجيب لك حد في الامتحان يقول لك واحد وعنده جي اي تي بليدنج، استبعد على طول مين يا جماعه الوينجر، لان اساسا هو احنا ما عندناش غير جهاز هضمي واحد، انما ياخد المناخير ياخدها ولا لا، ياخدها لان عندنا فتحتين مناخير على فكره، ياخد العينتين ياخد الرئتين ياخد الكليتين، لكن ما بياخدش ايه يا جماعه. فوانت بتالف خليك الف صح معايا. المهم بقى ده النون انفكشس. طب الانفكشس اللي هو ايه بقى؟ انفكشس هنا بقى الطالب المهرجه الهندي بقى فعلا. والله تلاقي طالب وهو بيذاكر التشيس يا جماعه حاطط الفوطه، انت عارف فوطه المهرجه الهندي، وعمال بيذاكر كده اللي هو ايه وراكن على فيل ابيض، وعمال يذاكر لك ايه بقى انفكشس، ويحفظ وينسى ويحفظ ويشرب وينسى، ولسه ما خدش باله من حاجه مهمه جدا، ان اي حاجه في الدنيا اي انفكشن ممكن يعمل نيمونيا يا جماعه، بس ابدا طبعا بالبكتيريا، واذا ذكرت البكتيريا فلازم تبدا اول واحد اللي هو ستريبتونيموني اللي هو الايه يا جماعه نيوموكوكاي، ده اهم اورجانيزم يعمل ايه يا جماعه، يعمل كوميونيتي اكوايرد نيمونيا. فالمهم ستريبتونيموني ليه ما بتقولوش الفه؟ على فكره انا واثق في اللي ما هو اي حاجه هتالفها هتطلع صح، انا هقول لك قول نيوموكوكاي في الاول في البكتيريا، اي حاجه تالفها وما تترسموش على اهالينا، لان انتوا اصلا ما تعرفوش غير الحاجات اللي مكتوبه هنا، يعني يا جماعه انت خدت مايكرو اه قبل كده، بس انت ما تعرفش غير ايه اول حاجه نيوموكوكاي، مش عشان انت يعني ضليع في المايكرو، لكن لان المرض اسمه نيمونيا فاكيد هتبقى سرفت ايه يا جماعه. تصدق ان السؤال ده اقسم بالله ساعات بيجي في الام اس كيو، واقسم بالله في طلبه بيغلط فيه، يقول له ذا موست كومن اورجانيزم اوف كوميونيتي اكوايرد نيمونيا از، هم جاب اختيارات استاف هوموفيلس انفلونزا اي كولاي نيوموكوكاي. تخيل ان في طلبه، يعني انا بشوف سؤال زي ده ايه سؤال هايف ده، اجي وافاجئ ان في طلبه غلط فيه، يقول لك يا دكتور ايكولاي صح؟ ايكولاي لانه هو مزروع في دماغه ايه يا جماعه؟ اي موست كومن بتطلع ايكولاي في الاخر، هو مزروع في دماغه كده، فطبعا الكلام ده مش مظبوط قوي. المهم بقى يقول لك يبقى احنا عندنا في الاستريبت نيموني، بعد كده ايه يا جماعه؟ الاستاف الفه، بعد كده جرام نيجاتيف باسيلاي، لدرجه انا خايف اقول جرام نيجاتيف باسيلاي زي ايه؟ تقوم تفتكر هم دول بس، اي جرام نيجاتيف باسيلاي زي ايه؟
الفه اي ده اللي هو بقى كده بقى هيموفلت انفلونزا سودوموناس ولا مش عارفين سودوموناس. فالمهم اي حاجه بقى اي حاجه جرام ايه يا جماعه. طب بعد كده مثلا في عندنا التي بي، ولو ان التي بي ايه يا جماعه لاهميته هنحطه في موضوع لوحده يعني ما نقولش بقى نيمونيا انا محتاج اشرحه لوحده التي بي ده. طب ممكن عندنا كمان الانيروبس، انيروبس زيين الفه انيروبيه كده واحده ما انتخلتوا سنة ثالثة المايكرو تعملوا بإيه؟ يعني مش فاهم أنيروبس زي إيه؟ واحد أنا أسف مثلا واحد عشان بس ما تكتبوا مش كاتب أنيروبس أيوة يعني اكتب زي إيه؟ سمعتوا حاجة اسمها بيبتي كوكس على وزن بيبسي كوكس؟ بيبتي كوكس على فكرة الحتة دي مهمة ليه بقى؟ أقول لك الحتة دي مهمة ليه؟ لأن ساعات طب أنا أسألكوا سؤال بيجي في الـ MSQ ذا موست كومن أورجانيزم يعمل أسبيريشن نيمونيا إز اللي يعمل أسبيريشن نيمونيا أنيروبس برافو عليك. الانيروبسيا الموست كومن اورجانيزم اللي بيعمل اسبيريشن نيمونيا. خدوا بالكم ان اللي بيجي في الام اس كيو الحاجات دي بقى يقول لك ذا موست كومن اورجانيزم يعمل كوميونيتي اكوايرد نيمونيا هو نيوموكوكاي. طب ذا موست كومن اورجانيزم اللي بيعمل اسبيريشن نيمونيا هو الانيروبس. السؤال ده بيتكرر كتير على فكره. في عندنا حاجات تانية، في بقى عندنا حاجه اسمها اتيبيكال اورجانيزم. ايه الاتيبيكال اورجانيزم دي؟ هنشرحها لوحدها كمان شويه. اتيبيكال اورجانيزم اللي هو اورجانيزم اولا ديفويد اوف سيل وول. يعني ايه ديفويد اوف سيل وول؟ يعني ملوش سيل وول، وبالتالي صعب انك ايه يا جماعه تعمل له كالتشر، عشان كده صعب حتى في تشخيصه. والاهم من كده انه يحتاج الى سياسه خاصه في العلاج. شفتوا بقى يا جماعه؟ يعني العلاج العادي بتاع النيمونيا ما بيجيبش نتيجه معايا، فلازم تعرف الادويه اللي بتعالج الايه يا جماعه اتيبيكال. وعلى فكره الاتيبيكال نيمونيا موضوع مهم جدا وبيجي في الام اس كيو كتير جدا، لان كل اورجانيزم بيبقى ليه اكسترا بالمونري مانيفيستيشنز، فلازم تحفظها كلها عشان الام اس كيو. ايه هما الاورجانيزمات دي؟ اشهرهم مايكوبلازما، واشهرهم اللوجينيلا، واشهرهم كمان حاجه اسمها كلاميديا. دول الثلاثه مشهورين، او في حاجات تانية هنبقى نقولها كمان شويه، لكن الاتيبيكال نيمونيا هي اورجانيزمات تحتاج الى سياسه خاصه في العلاج، وفي نفس ذات اللحظه ديفويد اوف ايه يا جماعه اوف سيلول. يبقى ده كده اللي هو البكتيريا احفظها حتى مثل ايوه اللوجينيلا كانت بتعمل هايبوناتريميا. قلنا الكلام ده حصل، انا مش عارف ايه علاقتها بالموضوع، لكن ماشي عموما تشكر يعني. فده كده اللي هو سعيد ايه الله عارف اللي هو. فالاسباب بقى اللي هي ايه؟ الاسباب انفكشس ونون انفكشس. الانفكشس اي حاجه، الف اي حاجه بكتيريا والف اللي انت عايزه، بس ابدا بنيوموكوكاي في الاول. مش بس بكتيريا على فكره، فايرال برضو اخاف اقول فايرال زي ايه تقوم ترجع تحفظهم، واخشى كل ما اخشى تحفظ لي اللي موجود هنا في الكتاب بس. الف يا ابني اي فيروس، الف اي فيروس يخطر على دماغك زي ايه مثلا؟ اي حاجه سايتوم ماشي مامس ميزس. بس وانت بتالف برضو ما تجيش تألف لي فيروس مثلا، يعني ما تقوليش مثلا روتا فيروس، مع انه ممكن تبقى صح بس ده مشهور بالدايريه يعني. نورووك فيروس ده مشهور بالدايريه برضه. طب ما نألف واحد ليه علاقه بالجهاز التنفسي، يعني اللي هو ايه كورونا لايك، والكورونا ده اللي بيعمل سارس والحاجات دي اللي فاكرين انتوا الكلام ده اللي هو في الصين بقى والحاجه كورونا، وهي بدات ترجع على فكره كمان. فالكورونا يعني فاكتب الكورونا والكورونا لايك معايا. فالمهم يعني كورونا عارفين انتوا، عارفين الفيروس ده ولا اول مره تسمعوا عنه؟ عارفينه عارفين السعوديه في السعوديه كذا بالظبط. فهو ده برضو من الحاجات يعني مش الف لي بقى روتا لا واحد اي فيروس، ما انت اللي قلت لي اي فيروس ايوه بس الف في دماغي يعني. فالمهم ممكن كمان فانج اي حاجه. بصوا يا جماعه اي انفكشن ممكن يعمل ايه يا جماعه؟ نيمونيا. احنا كده خلصنا كام عنوان؟ خلصنا الديفينيشن، والراجل بتاع التعريفات حط خطين تحت كلمه انفلاميشن وتحت كلمه ايه ديستال. لا هو حط 3 4 خطوط تحت كلمه ديستال لان هي دي الكلمه المضيئه. لكن خد بالك بقى العنوان الثالث الباثولوجي. خدوا بالكم عايز اقول لكم على حاجه، ان ده اخر عنوان حقيقي في الموضوع ده. ليه بقى؟ لان لسانكم لسان حالكم بيقول ايه دلوقتي؟ يا امتى بقى الراجل ده يدخل على الكلينيكال بيكتشر، صح ولا غلط؟ لان اول ما هندخل على الكلينيكال بيكتشر هيبقى انطلاق غير عادي يعني. خلاص بقى دي بنت عليكم انتوا يعني، المفروض سيمتومز اجي اشرح سم ايه طب جنرال ساينس لا يعني هنقضي الحصه كلها يا جماعه كلها لا ده المفروض. بس عشان توصل للحتت اللي انت بتحبها لازم تعدي على حتت كتير انت ما بتحبهاش، والحتت اللي انت ما بتحبهاش اللي هي ايه يا جماعه؟ ديفينيشن وايتيولوجي والعنوان الثالث اللي هو الباثولوجي. شفت بقى ده اللي مش موجود في السكيم طبعا. اول ما نوصل للكلينيكال بيكتشر خلاص بقى هتبقى البسمه على الشفاه، خلاص بقى الموضوع ايه يا جماعه. لكن اخر العناوين اللي بره السكيم اللي هو الباثولوجي، الباثولوجي بتاع الموضوع. واحد يقول لي هو الباثولوجي مهم؟ يعني هو بيجي في الامتحانات؟ اقول لك لا هو مش هيجي في الامتحان، يعني مش هيجي في الامتحان يقول لك ايه مثلا قول لي او قل ما تيسر بما يرضي الله عن الباثولوجي بتاع النيمونيا، ده يبقى دكتور هايف اللي بيحط الامتحان. يوم واحد يقول لي خلاص يعني ما ذاكروش، اقول لك لا لازم تذاكر عشان تفهم الايه يا جماعه؟ تفهم الموضوع. ما انت مش هتفهم الكلينيكال بيكتشر هتقول لي ما نعرفها وخلاص، طب ما انت يا ابني عرفتها من السكيم، لكن عشان تكتبها وانت فاهمها بالذات الساينز بتاعت الموضوع لازم تبقى عارف الباثولوجي كويس قوي والسيمتومز برضه. الباثولوجي بتاع النيمونيا هي النيمونيا اصلا بتحصل فين لسه قايلين؟
ديستال لانج. هي ايه ديستال لانج دي؟ اللي هي الالفيولاي. طب ما تيجوا نرسم الالفيولاي. الالفيولاي لما نرسمها اهي، ادي الالفيولاي اهي معايا، ادي الالفيولاي وادي الالفيولاي وادي الالفيولاي، صح؟ انتوا واخدين بالكم عملت ايه؟ يعني الالفيولاي اهي، يعني هنا في هواء وهنا هواء وهنا هواء وهنا في البلاد فيسل اللي ماشيه في الانترستيشن، صح ولا غلط؟ بس كده. ان النيمونيا بتمر باربع مراحل. كم مرحله بقى يا جماعه؟ اربع مراحل. ايه هم الاربع مراحل دول بقى؟ يقول لك المرحله الاولى، مش هو الموضوع راح ولا جه، عباره عن ايه؟ عباره عن انفلاميشن. طب ما انفلاميشن فين؟ في الالفيولاي. اما يحصل انفلاميشن في الالفيولاي، اذا ذكر الانفلاميشن، ذكر ايه يا جماعه؟ كونجيشن. على طول هيحصل كونجيشن. طب هو الكونجيشن يحصل فين؟ في الدم ولا في الهواء؟ في حاجه اسمها كونجيشن في الهواء، كونجيشن في الدم. يعني في الدم اللي هنا كده، في البلاد فيسل اللي هنا يحصل فيها كونجيشن. واخدته قبل كده في سنه اولى، طب ان الانفلاميشن يوسع البرميابيليتي، صح ولا غلط؟ تلاقي البرميابيليتي اللي هنا بدات توسع. فاذا المرحله الاولى انها مرحله الايه يا جماعه؟ كونجيشن. بس كده، دي المرحله الاولى. ايه اللي حصل بالظبط يا جماعه؟ ان البلاد فيسل بقت كونجستد، بقت على وشك الانفجار، والبرميابيليتي بدات توسع. دي المرحله الاولى. لكن يا ريته كان بيوقف عند المرحله دي، ده هيحصل كمان المرحله الثانيه اللي هي ايه بقى؟ المرحله الثانيه تقوم تلاقي البرميابيليتي اللي هنا ايه يا جماعه؟ مش هي وسعت؟ تبدا تنزل ايه بقى؟ اديمه. بس خد بالك، لان الاخرام وسعت هتنزل ايه بقى؟ ميه وحاجات ثانيه كتير. ايه هي الحاجات الثانيه كتير اللي هو كان اسمه اكسوزيت؟ حاجات ثانيه كتير اللي هي بروتينات. وايه يا جماعه؟ الايه؟ الايه؟ ليه كونجستد؟ ده الانفلاميشن. الانفلاميشن بيعمل كده اصلا. الانفلاميشن بيعمل كونجيشن، ومش بس بيعمل كونجيشن، ده كمان بيعمل ايه يا جماعه؟ بيوسع البرميابيليتي. واقول لك الكلام ده لو تفتكروا في البريكاردال افيوجن في اسباب الاديمه. فلما البرميابيليتي توسع يبدا ينشع ايه بقى؟ او ينزل ايه؟ ميه وحاجات ثانيه كتير اللي هي بروتينات وخلايا. تلاقي بقى مليان كده اكسوديت. هذا الاكسوديت يا ريته ميه بس. ده ميه وخلايا. اكتر خلايا بتبقى موجوده في النيمونيا اللي هي خلايا ايه بقى يا جماعه؟ كرات الدم الحمراء. طبعا لما يبقى في كرات دم حمراء كتير قوي في الالفيولاي، هي دي بقى يا اولاد المرحله الثانيه. المرحله الثانيه اللي اسمها ايه بقى؟ كرات دم حمراء. فبقت الرئه محمره شويه، وبدل ما هي مليانه هواء بقت مليانه ايه يا جماعه؟ ميه. فتبقى متماسكه شويه. نفسي اعرف مين ابن اللذينه اللي سمى الاسم ده. يقول لك عندما تتحول الرئه من فشه، عارفين يا جماعه فشه؟ عارف الفشه بتبقى بتمتاز بايه يا سام؟ بتبقى الفشه ايه؟ طريه قوي. انتوا واخدين بالكم؟ وبينك شويه كده، وطريه جدا. يعني مثالي اطرى حاجه في الدنيا. يعني مساله شفوي ايه اطرى حاجه في الدنيا؟ قول له يا دكتور اطلع اطرى حاجه في الدنيا الفشه. ده انت لو مسكت الفشه بيبقى مش هين عليك تسيبها طول طول وانت غزال. وعشان كده يقول لك ايه بقى؟ نفسي اعرف مين ابن اللذينه اللي سمى الاسم ده. قال لك عندما تتحول الرئه من فشه الى كبده. شفتوا بقى يا جماعه؟ ما الكبده متماسكه شويه، يعني هي طريه برضو، بس مش في طراوه الايه او في طرفه معايا والله مش معايا. ويقول لك كمان الفشه بتبقى بينك، انت اللي لسه قايل. بس هنا بتبقى ايه يا جماعه؟ لان فيها كرات دم حمراء. فيقوم يسميها مرحله الايه بقى؟ شوف الاسم والدماغ، يقول لك ريد هيباتايزيشن. معايا ولا مش معايا؟ نفسي اعرف مين اللي لذينا اللي سمى الاسم ده. كان شغال في مصمم، ده درس حاله يبقى دكتور. قال لك ستيج اوف ايه يا جماعه؟ ريد هيباتايزيشن. عشان كده بقى تبقى المرحله الثالثه ايه؟ المرحله الثالثه عندما تسوي الكبده على النار. لما تشوح الكبده على النار، هو احنا لما بنسوي الكبده على النار، وده مش سؤال طبي، ده سؤال مطبخي، هو انت لما بتسوي الكبده على النار بيبقى لونها ايه؟ اسود. تصورت ليه شايفين كبده سوده؟ بيبقى ايه بقى؟ حرقتها مش ذنبها. هي بيبقى لونها ايه يا جماعه؟ جراي. فيقول لك ستيج اوف ايه بقى يا جماعه؟ جراي هيباتايزيشن. يبقى ليه بقى يقول لك هو ليه تحول المرحله الثالثه ليه بقى لونها جراي؟ قول له لان عندما استوت. شفت الاجابه؟ لان استوت اللي هو عينه في الشمس شويه، فممكن الشمس ايه يا جماعه؟ استوت. عشان كده بالنسبه لك المرحله الرابعه تبقى اتحرقت اللي هو بلاك. فطبعا جراي هيباتايزيشن ليه؟ لانها استوت. استوت ايه يا ابني؟ استوت ليه بتبقى جراي هيباتايزيشن؟ ليه عندما تكون الرئه بتبقى جراي بقى شويه؟ لان خد بالك الار بي سيز هتبدا ايه يا جماعه؟ تتحلل. هيموليسيس. ولما بتتحلل بتطلع لك ايه؟ اللي هو بيبقى لونه ايه؟ بني او جراي، يعني مش فارقه كتير. هقول لك انا على تفسير ثاني. الجراي التفسير الثاني اللي هو ايه يا جماعه؟ خد بالك ان الجسم هيسيب النيمونيا ولا هيتقاوح ويتصرف؟ يقاوح ويتصرف في ايه بقى؟ بوايت بلاد سيلز، صح؟ فالريد بلاد سيلز تبدا تقل تقل تقل، والوايت بلاد سيلز تبدا ايه يا جماعه؟ تعلى تعلى تعلى. احمر ووايت بلاد سيلز على ابيض، يوم يديك اللون الرصاصي كده. فعشان كده اقول لك جراي هيباتايزيشن، قول له عشان الهيموليسيس بتاع الار بي سيز، وقول له لان الوايت بلاد سيلز بتبدا تعلى، فتبدا تخلي اللون ايه يا جماعه؟ جراي شويه. فتبقى المرحله الاولى مرحله ايه يا اولاد؟
مرحلة ما شغلنا التجديد كده شوية جو حر ولا هو شغال ولا لا هو شغال ولا مش شغال. فالمهم رقم واحد يقول لك رقم واحد ايه يا جماعة؟ مرحلة المرحلة الأولى مرحلة كونجيشن، عشان تبقى الثانية مرحلة ايه يا جماعة؟ اللي عندما تتحول الرئة إلى كبدة، والمرحلة الثالثة عندما تسوي الكبدة على النار، والمرحلة الرابعة تبقى ايه بقى؟ عندما تاكل الكبدة وما عادش في كبدة خلاص، ولازم تقوله في الشفا وكده وما عادش في كبدة خلاص. عشان كده يسموه ستيج اوف ايه بقى؟ ريزوليوشن. يعني ايه ريزوليوشن؟ خلاص الجسم بدا ايه يا جماعه؟ يتخلص من الاكسوديل ده، بدات الماكروفاجات تاكل في اي حاجه باقيه، بدات يا جماعه الانزيمات الهضمه تهضم اي بروتينات موجوده. ما هو في يا جماعه الاكسوديت ميه وبروتينات وخلايا، كل حاجه بدات تتهضم يعني يا دوب، بس كان في شويه ميه كده اتبقوا، سيادتك هتكحهم هتقربهم، فبدات تتعافى. ولهذا فان الباثولوجي كم مرحله؟ أربع مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة إيه يا جماعة؟ الكونجيشن. والثانية عندما وذاكرهم كده تتحول الفشة إلى كبدة، والثالثة السوء اللي هو تسوي الكبدة على النار، والرابعة أكلت الكبدة وما عادش في كبدة إيه يا جماعة؟ خلاص. دول الأربع مراحل. يوم واحد برضو لسه تلاقي واحد بارد بقى، دكتور هو الكلام ده ذاكره ولا ما ذاكروش؟ يا ابني الكلام ده مش هيجي في الامتحان يقول لك باثولوجي. إنما لما مثلا يجي يقول لك هو العيان بتاع النيمونيا بيكح، قول له أنت طبعا بيكح، يقول لك كحة عيان النيمونيا عاملة إزاي؟ هنا بقى لو انت مش عارف باثولوجي هتحفظها، انما لو انت عارف باثولوجي هتبقى فاهمها وتقولها. بقول لكم يا جماعه شبع باثولوجي يعني مثلا، طب انا اسالكم سؤال، كحه عيان النيمونيا هتبقى عامله ازاي؟ هتقول له على حسب المرحله. يعني مثلا في المرحله الاولى الكحه هتبقى ايه؟ مفيش حاجه الاولى دراي، لان هو في كونجيشن فمفيش حاجه في الالفيولاي، فانت في الاول خالص هتبقى كحتك دراي. طب في المرحله الثانيه هتبقى ايه يا جماعه؟ شافه ويتقل. مش فاهم. فالمهم يقول لك مثلا الاسبيوتم هيبقى لونه ايه يا جماعه؟ هيبقى لون الاسبيوتم احمر شويه. ليه احمر؟ لان فكرة قدامها حمراء. معايا ولا مش معايا؟ يعني ايه بيبقى محمر شويه؟ يقول لك لون والله العظيم اول ما هقوله هتجري جري تشوف واحد عنده نيمونيا في المرحله الثانيه عشان تشوف اللون ده اقصر الالوان رومانسيه. عارف لا مش بينك بيبقى لون ايه بقى؟ عارف اللون اللي هو راست اسبيوتم، راستي. عارف راستي اللي هو ايه يا جماعه؟ لون الحديد المصدي. عارف اللي هو اللون البني القاطع؟ في لون كده بيبقى رشيق قوي على فكره، اللي هو كده. ايوه اللي قريب من اللون ده. معايا ولا مش معايا؟ بس كده. فيقول لك طب وموقف كده عشان فالمهم ده بيبقى ايه؟ راستي اسبيوتم. معايا ولا مش معايا؟ بس. طب في المرحله الثالثه والرابعه، الرابعه هيبقى ووتر اسبيوتم. معايا ولا مش معايا؟ فهو عشان كده الباثولوجي مهم عشان تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. فانت عرفت كده القف، يبقى في القف في المرحله الاولى بتبقى لونها ايه بقى؟ او مش لونها، بتبقى دراي كف، وبعد كده راست اسبيوتم، وفي الاخر خالص تبدا تبقى ايه يا جماعه؟ ووتر اسبيوتم. ندخل بقى بعد كده، يلا بقى وصلنا لامتع لحظات العمر، وعشان اكون برضو كلامي ذو مصداقيه، امتع لحظات العمر الطبيه. امتع لحظات العمر الطبيه اللي هي ايه يا جماعه؟ كلينيكال بيتشر. ده كلينيكال بيتشر دي المفروض انت تذاكرها في بيتك، اقسم بالله تبقى قاعد بترقص كده وزغرت والله في الشقه، قاعد ماشي تلف كده. ايه يا جماعه؟ فاكر الليمبي لما كان بيذاكر؟ فاكر تبقى زيه كده وانت قاعد. كلينيكال بيتشر، لان الكلينيكال بيتشر هتبقى ايه يا جماعه؟ سيمتومز وساينز. ده المفروض بقى لو انا في مجموعه طبيعيه والله العظيم يا جماعه سيمتومز. لا خلاص بقى، طب ادوني فرصتي عشان ضميري. خلاص عليا تقول لي ايه؟ الضمير اتخلى واصحاب النفوس الايه؟ ضعيف. رقم واحد اسيمتوماتيك هنا ماشي. طب رقم اثنين جنرال، فاهمه في فرهيدك مريض انوركسس، درجه الحراره تنفصل هنا الى درجه الغليان، وبعد كده كف وديزنيا وبيز. واحد يقول لي ايه بقى؟ طب هو القف بيكح ايه؟ اقول له يا راجل بس كده، امال انا قلت الباثولوجي ليه؟ عشان اخد صوره سيلفي معاه؟ هو جاي كده واخد صوره كده؟ هو يا جماعه برضو. فعشان كده القف بتبقى مالها بقى؟ دراي وبعدين راستي وبعدين ووتر. واحد يقول لي طب بين ليه؟ الاسئله الخايبه بقى، طب هو ليه موجوع؟ برضه اقول له يا راجل بس كده، لان موجوع ليه؟ الفها انت من الكحه على فكره، ممكن توجع لك صدرك، وغير ان هو ممكن ينط على مين؟ على البلوره. اي انفكشن هينط على البلوره يعمل بلرز، وعيان البلرز بيبقى موجوع دائما. معايا؟ فهو بيبقى عنده ايه يا جماعه؟ وديزنيا طبعا، لان الالفيولاي اوت اوف فانكشن مش شغاله كويس. فاذا اسهل حاجه حته ليه دي، بس هو عموما تفتكر السيمتومز كام حاجه؟ هم دول. خلاص خلص الكلام. شفتوا بقى يا جماعه؟ في واحد قاعد دلوقتي اللي هو معلم، والله العظيم معلم، وهو قاعد بقى قال خليه يقول، خلي الراجل ده يقول زي ما هو عايز. قاعد كده جه جنب السيمتومز وعامل اكس، لان دايما بقول انت بتذاكر المره الاولى مش انت مش هتخش يا جماعه الامتحان بالمره الاولى. لما انت بتذاكر المره الاولى ليه؟ عشان المره الثانيه، عشان وانا بذاكر الثانيه ابقى عارف بقى انا بذاكر ايه وما بذاكرش ايه. الطالب المهرجان الهندي لا مش كده، هو بذاكر المره الاولى زي الثانيه، زي كل مره زي اول مره، اللي هو الاولى زي الثانيه زي الثالثه، وكل مره بنفس لا يا جماعه. فانت تيجي جنب السيمتومز وتقوم عامل اكس كده، ايه يا جماعه؟ صغيره. طب الساينز، الساينز كانت ايه بقى؟ كان نفسي تنسوا الجنرال،
عشان اقول لكم شفتوا يا جماعه كلامي امبارح كان صح ولا غلط. شفتوا بقى وكان زمان عملت قصص دلوقتي عشان تسمعوا كلامي بعد كده. كان نفسي تنسوا الجنرال بس خد بالك. طب ما تنسيش الجنرال لان انا لسه شرح الكلام ده امبارح. انما لما ندخل بقى بعد البرانش جاي اندوكراين بعد النيورو بعد النفرو وبعدين بلاد بعدين روماتولوجي وتروبيكال والحاجات هنيجي بقى والنيمونيا كانت ايه نيمونيا ايه دي نيمونيا ايه ده ايه النيمونيا فهو عموما الجنرال ساينس في حصه لا في حصه لا هو فهو الجنرال جنرال اللي هي ايه بقى ثلاث كلمات اللي هم في ولو كان على فكره قلنا ان التكبنيا هنا ممكن قد المفروض النسبه الطبيعيه ريسبيراتوري ريت الى الهارت ريت كام 1:4 انما هنا ممكن تبقى 1:2 وقد تبقى 1:1 هي مش لدرجه 1:1 يعني بس ممكن فرق تلاقي العيان ايه يا جماعه اللي هو قاعد تخش عليه تلاقي الهارت ريت بالظبط الريسبيراتوري ريت زي الهارت ريت بالظبط فهو ممكن تبقى 1:2 او 1:1 المهم بقى انا كده خلصت الجنرال ساينز لا قلنا معاه ثلاث كلمات وهنزود ثلاث الوان واحد يقول لي ثلاث الوان اللي هم ايه ده المفروض اصلا يا جماعه اللي يسال ثلاث الوان اللي هم ايه ده لا يستحق ان يعيش اصلا لا يستحق والله ده مكان محجوز في ايه يا جماعه او في درجات في اوطى درجات الجحيم ليه بقى لان المفروض ثلاث الوان هتبقى الالوان الايه الطبيه الوان طبيه زي ايه بقى حد يقول احمر الاصفر الازرق طب ما انا قلت الالوان انتوا كل لون الفه ليه يعني مش لازم كل حاجه ايه يا جماعه ترجع تذاكر ازرق ليه ده حاجه يعني المفروض السؤال يضحك اصلا ليه عيان النمونيا يا حبيبي بيزرق تضحك بس كده اللي هو طبعا ده سينوس اصفر ده حاجه تضحك انت عارف حاجه تضحك اللي مش عارف اللي قاعد دلوقتي مش عارف هو ليه اصفر هقول له بص بس على كره الدم الحمراء بص بس واحيانا يكون الصمت ابلغ مليون مره من ايه ما هي ار بي سيات كتير فممكن يا جماعه هيموليسيس فيحصل جونز طب ليه بيحمر ممكن يحصل بوليسايسيميا بس هو مش بيحمر بقى هو الاكثر واقعيه ان هو يبيض يبقى بيل عشان هو عنده ايه يا جماعه توكسيميا يعني بيبقى مش لون قوي بس هو بيبقى بالور يعني بس تمشي ابيض عشان تبقى ثلاث الوان اللي هو دايما يقول لك علم مصر لا مش علم مصر علم مصر ايه احمر وابيض اوكرانيا علم اوكرانيا كده بجد في شفت ما البراد البراد ما هو ده عارف الاعلام الغربيه عميل اللي هو يقول لك ايه يا جماعه فدايما بيبقى العلم ايه ممكن يحمر يبيض او يصفر او يزرق معايا ولا مش معايا بس انا فاكر ان هو كان عالم حاجه بس مش فاكر دلوقتي فالمهم ده كده مش قضيتنا على ايه اللي هم الالوان الطبيه واضح هل انا كده خلصت خليكم معايا يا دكاتره هل انا كده خلصت الجنرال ساينس بس يتبقى معلومه واحده بس لمين بقى هنتريش الطب المحلق في اجواء القاعه الطلبه المحدوده حياتهم سهله قوي على فكره الطالب المحدود ده يبوس ايده ووشه وظهره والحمد لله ايه يا جماعه وخلاص على كده اللي هم ثلاث كلمات وثلاث ايه ثلاث الوان لكن الطالب الغير عادي في الزمن غير الاعتيادي بقى اقوم مزود له حاجه بس الكلمه دي والله جرب تروح لرئيس قسم الشاس تقولها له يا رئيس قسم الشاس يا رئيس اجري وراك كده بكره قول له انا في معلومه قول له المعلومه اللي انا هقولها دلوقتي هقوم بصص لك كده اشوف هيعمل معاك ايه انا مش هقول لك هيعمل معاك ايه هتبقى مفاجاه بكره قول له ان النيمونيا وصل لي في الاكس كيو على فكره ان النيمونيا في الجنرال ساينس يقول لك دايما النيوموكوكاي الايه بقى النيوموكوكاي اللي هي اشهر اورجانيزم بيعمل كوميونيتي اكوايرد نيمونيا بيبقى اسوشيتد ويز ايه بقى حاجه اسمها هيربس لبيالس تلاقي فيه فايرال انفكت تلاقي فيه هيربس بدا يجي فين يا جماعه على الشفايف تقول لي المعلومه دي اسوشيشن حاجتين بيحصلوا مع بعض يعني ممكن يبقى النيوموكوكاي دايما بيبقى اسوشيتد مع ايه يا جماعه هيربس لبيالس يوم يجي سؤال في الام اس كيو يقول لك ايه بقى يقول لك هيربس لبيالس اسوشيتد ويز وهو عارف الطلبه اللي ما بتركزش مين طالب وهو بيذاكر يركز في معلومه زي دي يوم يجي سؤال في الام اس كيو يقول لك يبقى السؤال ده موجود في كومار على فكره سؤال حلو جدا لانه بيجي شوف كومار مكتوب ازاي يقول لك هيربس لبيالس اسوشيتد ويز ونجيب لك اختيارات ايه هي دايما يبدا اول اختيار بتي بي لان طبعا الطالب المصري بيصيع تي بي طبعا بيعمل كل حاجه وهو طبعا معروف ان هو يا جماعه هو التي بي لما بيجي يتشرح وان التي بي يا اولاد بيعمل كل حاجه فدايما يختار الايه انت بي ونجاب الاختيار النيوموكوكاي والله في كومار مكتوبه كده فعلا يقول لك تي بي ونجاب لك اورجانيزمين ما لهمش علاقه بالموضوع وبعدين يجي يقول لك ايه بقى يقول لك مثلا نيوموكوكاي بخط صغير قد كده قد كده واخر واحده اللي هي اصلا مش هتوصل لها اهو ما عرفتكش انا كده اللي هو نيوبا هي نيوموكوكاي معايا يوم واحد بقى من الشباب الدولسي حتى لو هو من الطلبه المحدوده لكن يقول لك جنرال ساينس اكس بس يعلم على الكوبليه ده الكوبليه وتكتبه في الامتحان وتحطه في مربع كده تلاقي الراجل بص لك كده في الورقه بص لورقه البتاع فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه يبقى هيربس لبيالس اسوشيتد ويز ايه يا جماعه نيوموكوكاي يلا بقى اللوكال ساينس على فكره لغايه دلوقتي في الكلينيكال بيكتشر احنا ما زودناش ولا كلمه حتى الهيربس لبيالس دي بتيجي في الام اس كيو هو بيجي معاه ليه ده اسوشيشن بيبقى ممكن يحصل فايرال طيب ندخل بعد كده في اللوكال ساينس بقى اللوكال ساينس يقول لك ايه طبعا اللوكال ساينس انا هقولها بس المفروض في الامراض الجايه مش كل مره بنفس الملل اقولها بقى
يعني خلاص يا جماعه اللوكال ساينز هي بتتقال مره واحده في العمر اللي هي انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكارتيش انسبكشن. يلا حد يقول بقى شيب اوف تشيست وريسبيراتوري موفمنت. شيب اوف تشيست بيبقى عامل ازاي يا جماعه؟ مين يقول؟ يلا بقى ايه اللي هيحصل؟ شيب اوف تشيست يطلع لبره ولا يدخل جوه؟ مفيش حاجه. هنا بينه وبينك مفيش حاجه لان الالفيولاي اصلا الالفيولاي ده حاجه جوه قوي، فالالفيولاي بدل ما هي مليان هواء بقت مليانه ميه، مش لدرجه يعني الالفيولاي هتزق الشيست لبره. امتى الشيست يتزق لبره؟ لو في حاجه في البلوره، انما حاجه في الليمونيا في الالفيولاي لا. فدايما يقول لك بقى غالبا هيبقى زي ما هو نورمال. ريسبيراتوري موفمنت بيقل طبعا، ما هو بيقل في اي مرض طبعا، في الحته اللي بايظه تلاقي دي ريسبيراتوري موفمنت الاكسبانشن. انت خدته عامل شيست ولا لسه؟ اللي هو ريسبيراتوري اكسبانشن مخلوقه. امال ليه مش نظرات ناس واخدين الكلام ده؟ ريسبيراتوري اكسبانشن بس يعني لما تاخده. فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ ريسبيراتوري اكسبانشن بتقل. طالب الدرسي قاعد دلوقتي زمانه قاعد والله فعلا اللي هو انسبكشن حماده الجنزبيل زي ايه يا جماعه؟ يوم واحد يقول لي طب والبالبيشن، اقول لك يا راجل تراكيه. ما هو ما دام الشيب اوف شيست نورمال يبقى تراكيه ايه يا جماعه؟ ما هو لو حاجه هتزق التراكيه كان من باب اولى او من الاحرى، وانا اسف طبعا ان انا بقول من الاحرى معاكم في وسط كلام كده عادي، بس كان من الاحرى ان هي تزق ايه يا جماعه؟ شيست بره. فعشان كده اقول لك تراكيه سنترال. يلا بقى الحته اللي انتوا بتعشقوها تكتايل فوكال فريمتس، يعني اقول ايه؟ تعمل له سهم لفوق قوي كده معايا؟ عرفوه 3 سي. والنيمونيا الحرف سي، ما هي النيمونيا اللي هي اهم سبب يعمل ايه يا جماعه؟ كونسوليديشن. انما تلاقي واحد قاعد يقول لي ليه؟ اقول له يا راجل ده خلاص بقى ليه؟ ليه التي في اف بتزيد؟ غير ان السي سي والحاجات دي ميه حته عندك مثلا الروبر نيمونيا هنا كده. فتخيل بقى اه انت بتحط ايدك هنا كده 4-4 تلاقي 4-4 تلاقي الصوت واصل جامد قوي لان الحيتان ليها ايه؟ ودان، لان في ميه، والميه عندما يكون الوسط اكثر صلابه فان هو يوصل صوت ايه؟ حد عمل التجربه دي امبارح اللي هو رحت عم تخبط على المكتب كده سمعت صوت، بعد ما حطيت ودنك على المكتب سمعت الصوت اعلى ولا اوطى؟ مش بالفراغ ده، اوعى تكون ما عملتش كده يا جماعه عشان اتقن المذاكره بقى. اللي هو تخبط كده وتحط ودنك على ايه يا جماعه؟ على المكتب الصوت يبقى اعلى. كلما كانت الماده اكثر صلابه، على فكره اللي بيخلي التي في اف كمان عاليه مش تفسير اللي انا قلته بس، يقول لك التي في اف بتعلى لما الصوت يمر في وسطين مختلفتين عن ذات مختلفين. يعني ايه يا جماعه؟ يعني هو يمشي في هواء وبعدين يمشي في ميه، على فكره دي تقوم مزوده لايه يا جماعه؟ لما يبقى في وسطين منهم هواء وبعدين دخل على ايه يا جماعه؟ سيبك من بص، كلما كان الوسط اكثر صلابه كلما كان ايه يا جماعه؟ كلما وسط الحيتان ليها ودان، او حتى الحيطان ليها ودان، الحيطان ماده صلبه معايا ولا مش معايا؟ فيقول لك بعد كده يبقى طبعا طالب الدرسي قاعد بالبيشن حماده الجنزبيل تراكيه سنترال تقعدوا في شرم ومقضيها وبتاع وبعد كده تختار البوكال فريمتس اللي هي ايه يا جماعه؟ بتزيد وهي ما بتزيدش غير في 3 سي. طب بالمناسبه 3 سي اللي هم كانوا ايه؟ والله العظيم يا جماعه انا مقتنع وبحلف في الليل المره دي، جايز انا بقول الكلمه دي في كل البرانشات، انما في الشيست انا بحلف في الليل. ولو لاحظت انا عمري ما حلفت غير في الشيست فعلا، اللي هي اصل نص درجه في الشيست ده انسان ده فعلا يا جماعه لازم يغير الكارير بتاعه يروح بقى يشتغل اي حاجه ثانيه. انما في اول هي خلاص بقى اللي يضيح ان انت تنقص فيها اسهل برانشات العمر فعلا سهله قوي على فكره يا جماعه. فاحنا خلصنا سيمتومز اهو حماده الجنزبيل الساينز الجنرال ساينز اللي هم كانوا كام؟ ثلاث كلمات وثلاث الوان، وبعد كده اللوكال ساينز انسبكشن بلبيش واحد يقول البركشن يعني عيب يا راجل بس عيب والله فعلا اللي هو ضل الصف ده في ميه قلت له مش بيفكر. وخد بالك خد بالك وانا بقى افضل اقول الكلمه دي طول عمري، انت لما بتذاكر بطريقه غبيه او باتيتيود اي كيو شمبانزي اللي هو ثقافه المذاكرات الصفراء والاسلوب بتاع 1900 خشبه، انت فعلا غصب عنك بتلاقيك اصبت بالغباء. انت مش كده لكن انت الاسلوب خلاك كده، اللي هو مثلا بيركشن تلاقيك قاعد انت مش عارف لازم اوصلها في الكتاب عشان اعرف بيركشن ايه، اما يبقى ضلنس وتقعد تحفظها ايه يا جماعه ونحفظ بقى كان. لا هو بيركشن خلاص هيبقى ايه يا جماعه؟ ضلنس. طب بالمناسبه البيركشن كان ايه؟ لايت ولا هيفي؟ بحب انا اعيد لايت مش لازم بقى نعيد اللي ما تعرفين بقيت كوبلي. طيب ندخل اه خلاص ليفر يا ليه هاير بوردر ولور بوردر ال لايت بركشن. طب ندخل بعد كده اوسكار تقدر اوسكارتيشن بقى ايه؟ نورمال بريس ساوند ادفنتشر ساوند. النور ده اقول ايه نورمال بريس ساوند بيبقى اخباره ايه؟ هو ما فيش غير احتمالين فيزيكلر وسبرولونج اكسبيريشن برونكيال بريس ساوند. طبعا اللي هنا هيبقى ما دام التي في اف بتزيد برونكيال، مش التي في اف زادت ليه؟ مش عشان الحته دي بتوصل الصوت احسن؟ طب ما انت لو الحته دي بتوصل الصوت احسن هتحط سماعتك هنا على الالفيولاي وكانك حاطط على البرونكاي هنا، لان الصوت هنا مر بنفس الجوده والكفاءه، عشان كده يبقى برونكيال بريس ساوند. وطبعا انت خلاص بقى التي في اف بتزيد يبقى لازم برونكيال بريس ساوند اصلا. امتى كان يحصل فيزيكولار وسبرولونج اكسبيريشن؟
نارو برونكال نارو يعني في سيو بي دي ماشي برونكال ازمه ومال برونكوجينيتال تروما ممكن. طب الادفنتشر ساوند وبسرعه غير البرور الرب ما كلكم عارفينه لما كان بيحصل ايه كمان الفيولاي مليانه ميه وسيادتك بتتنفس ايه يا جماعه هوا هوا بينزل في ميه صوت الشيش عبر بس اللي هو الكريبيتيشن معايا ولا مش معايا وايه اللي بيعمل كريبيتيشن فلويد فايبروز السبب ايه ومين اللي نوت افكتد باي كاف فايبروز معايا ولا مش معايا والكريبيتيشن مين لي بقى انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري طبعا وانت بتشيل طبعا اللي يا جماعه انت بتشيل ولا اقول يا برادوي هتلاقيك عارف طبعا الحاجات دي بتشد ولا بتنفخ ولا بتشد معايا ولا مش معايا بس فادي كده الكريبيتيشن. طب اللي هو ادي يا جماعه اللوكال ساينس ده اللي يرجع برده بيته يذاكر اللوكال ساينس ده يبقى ايه يا جماعه ده اي كيو وطحالب قاعد اه والله العظيم تسمع اللي انا عرفت واحد صاحبك النهارده بتعمل ايه انا بذاكر اللوكال ساينس وفي نيمونيا انا بقول لك اهو السنه دي على الاقل قطعه اقطع والله فعلا ومن اللي هو يمسح رقم من عندك السنه دي بس عارف الامتياز لان ده هيبعت عليه اللي هو ما هو ده هتتصل بيه بكره بتعمل ايه مذاكر لوكال ساينز اوف برونكيتس بعده لوكال ساينز اوف لونج ابسس وهتلاقيه ماشي في الحياه وان البطن واللي هو ايه يا جماعه ده لسه ده لسه في اول سنه تتفرج كده بس ما نخش في شهر 6 يا حلاوه اتفرج بقى على ايه يا جماعه هتفشكم الحجام الايه سيدات في اول طريق السويس انا عايزك اللي هو ابعد عن البائس اليائس المحبط المتشائم السنه دي وبعدين ارجع له ثاني فين بقى وحتى سمايل يا سمايل ده حتى دي سنه ولا ايه يا اسلام بس فالمهم ندخل بقى بعد هي فين انت شلتها ليه بس ما انت تيجي على شهر 5 و6 بقى ايه كان واقف تحت ما هو افتح في مصر المهم ده كده اللي هو ايه لوكال سايت واحد يقول لي يبقى تاني بقى تاني انا ما ذاكرتش في الكلينيكال بيشر اللي ايه مصر لا مصر مش فاكر انا ما ذاكرتش في الكلينيكال بيشر اللي ايه كأنك البش هيربس ليالس فكرة معلومة دي جامدة جدا هيربس ليالس أسوشيتد ويز نيومونيكا معايا ولا مش معايا الراجل بتاع التعريفات حط خط تحت كلمة في الديفينيشن ديستال وانترنيت الباثولوجي كم مرحلة أربعة عندما كونجيشن وبعدين تتسأل إيه كبدة تتحول فشة إلى كبدة تسوي الكبدة على النار تاكل الكبدة وما عادش الكبدة خلاص الإيتيولوجي infectious non-infectious non-infectious physical chemical الكلام ده كله collagen disease أدوية أدوية زي إيه ميزوتريكسين وده مهم أوي infectious the most common organism pneumococcal وبعدين أي نوع بكتيريا و the most common organism بيعمل aspiration pneumonia is anemones معايا ولا مش معايا طيب آه طب بالنسبة clinical picture the most common presentation of aspiration pneumonia is يعني هو الليمونيا انت خلاص ذكرتها وعرفت كل حاجه طب الاسبيريشن ليمونيا بقى ذا موست كومن بريزنتيشن از هقول اختيارات لان السؤال ده بيجي في الام اس كيو بص في الاسبيريشن ليمونيا ما بيجيش غير سؤالين في الام اس كيو السؤال الاول ذا موست كومن اورجانيزم والسؤال الثاني اللي هو ذا موست كومن ايه يا جماعه بريزنتيشن ذا موست كومن بريزنتيشن اوف اسبيريشن ليمونيا از اختياراتنا بقى يقول لك رقم واحد اديما الاولم بليرنج اوف فيجن تينيتس تاكيبنيا تاكيبنيا برافو عليك يعني هو انت تلاقي العيان في الاي سي يو دخل في طبعا ما هو في الاي سي يو معرض انه يدخل في اسبيريشن ليمونيا اللي هو مره واحده طبعا عنده ايه يا جماعه او حتى بعد اي عمليه بتاع التخدير ما شفطش كويس ما نضفش المسائل هتلاقي دخل مره واحده اللي هو اسبيريشن ليمونيا ذا موست كومن بريزنتيشن از تاكيبنيا معايا هو طبعا في الاختيارات هو مش هيجي يقول لك كده انما هيجي يقول لك ايه بقى يا ريت كنت قلت كده بدل ما انت هترسم عليه اللي هو يعني ذا موست كومن بريزنتيشن اوف اسبيريشن ليمونيا از وجيب اختيارات ايه بقى كف ديزنيا تشيست بين هيموكسيس تاكيبنيا هنا بقى يبقى سؤال صعب بس هي تاكيبنيا اعرف الاسبيريشن ليمونيا ذا موست كومن اورجانيزم انيروبس ذا موست كومن بريزنتيشن از تاكيبنيا معايا ولا مش معايا خد بالك ان انت ركز على الحاجات اللي هي بتاعت الام اس كيو دي لان مش عايزين يا جماعه اللي هو نعمل منهج ام اس كيو بعد ما نخلص لا هو انت بتذاكر ايه الحتت اللي بتيجي ام اس كيو كده في النص ندخل بقى ايه اه هتلاقيها يا كارت اللي هتصير خالص للاسف بكره اجيبها بكره ان شاء الله بكره اه ما احنا هناخد بكره وبعده بالليل كده احنا هناخد اربع حصص ما احنا قلنا يا جماعه عشان اعوض الاسبوع اللي فات ماشي هناخد اربع حصص هقول لكم بقى خلاص عشان ما ايه بعد الحصص اليوم في دكتور مطري بعد الحصة طيب وبعد كده بقى الكومبليكيشنز قولوا بقى الكومبليكيشنز يلا جنرال هي بتاعت اللنج ابسس وبتاعت البرونكيتس جنرال لنج بلور جنرال بلور اه لا لسه الانديس سيبك من هذا عندنا بقى في جنرال بلور لنج جنرال خلاص يعني حد يقول الجنرال يعني نفس الطعم بيعمل بالظبط هم على فكره السؤال على فكره جه السنه اللي فاتت
كومبليكيشنز اوف نيمونيا بس كده اللي هو جنرال اللي هي ايه بقى سيبتيسيميا وسيبتكشوك مينجايتس امايلدوزس دي اي سي مالتيبل اورجان فيلير معايا واللي ما لحقش يحفظهم هيحفظهم على لانج ابس واللي ما لحقش يحفظهم على لانج ابس هنقولهم تاني في البرونكيتس ما هم ثلاثه ومهم واللي مش هحفظهم بعد اربع مرات ده انا هعمله ايه مش لازم بقى يكنس الحته دي فده كده الوا جنرال في اي انفكشن على فكره اخبط الجنرال الحاجات دي بلورا لا مش مفيش اصلا مش لازم اكتبهم كل مره بنفس الطريقه بس هنا برضو بينه وبينك بقى لان المرض غالبا نيمونيا مش تبقى ريكرنت ومش تبقى كرونيك قوي فعن هنا كلمه اميلودوزس مش ايه هو الاميلودوزس بيحصل مع اي كرونيك انفلاميشن صح ولا غلط اسال سؤال اشوفكم في الباثولوجي بلاش انا بخبط انا كل اسال سؤال والسؤال ده بيجي في الامسكيو على فكره كل الكرونيك انفلاميشن تعمل اميلودوزس اكسبت في كرونيك انفلاميشن ما بيعملش ابدا اميلودوزس مش بيجي ام سكيو طب قول بقى يعني وانت بتذاكر كده اكيد لفت نظرك انت عاملها كده انجايتس لا هي منينجايتس اصخد بالك منينجايتس يعني برضو مش بتاعك بس اه ماشي مش هتعمل يعني طبعا لان منينجايتس انما لا انا عاوز كرونيك انفلاميشن عام في الجسم كله ومع ذلك ما عملش اميلودوز يعني ياخد الكليه وياخد وياخد مرض سيستميك مش حاجه في الدماغ يعني لا مرض سيستميك تي بي تي سيستميك لوبس سيستميك لوبس ما بتعملش اميلودوز القلب كان حاسس طب والله انت في دماغك معايا ولا مش معايا بس كده فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه ده كده اللي هو الكومبليكيشن البلورا نفس الفيروس بتاع البلورا بقى امبايما ومش عارف وهنشرح الامبايما على فكره اللي هي البلورا ريفيوجن في النيمونيا بس مع موضوع البلورا ريفيوجن بكره طيب ندخل بقى بعد كده في اللنج الثلاثه بيعملوا بعض يعني لنج اكسس وايه وبرونكيتس لكن هنا هنزود حاجه واحده بس ان ريزولف النيمونيا انت اللي هو العيان يجي تكتب العلاج بتاع النيمونيا تلاقي انت النحو كده درايه ممدوح ما كل الناس بتخف وبقى ما انت ايه تلاقي قاعد اللي هو العمليه بتزداد سوءا تقول له انت على فكره ان ريزولف النيمونيا والان ريزولف النيمونيا دي سببها ايه بقى يا غلطه في العيان يا غلطه في العيان يا غلطه في الظروف ايوه يا غلطه في اللنج يا غلطه في عمري طبعا هقول غلطه في الدكتور دي خالص انما هو غلطه ايه يا غباء من الاخرين يا غلطه انما حته غلطه من الدكتور دي مش مقتنع بيها لان اكيد طبعا الدكتور مش غلط فهو غلطه من ايه يا جماعه غلطه من العيان العيان اللي حالته متنيله في اميونو كومبرومايزد هو اصلا طب انا اعمل له ايه يعني او ما بيسمعش الكلام في العلاج او غلطه من اورجانيزم اتيبيكال نيمونيا شفتوا بقى يا جماعه لان الاتيبيكال نيمونيا تحتاج الى اسلوب خاص جدا في العلاج غير الايه العلاج العادي فانت لازم تشخصها عشان ايه يا جماعه تكتب العلاج بتاعها بالظبط او ممكن غلطه في الرئه الرئه مثلا اللي فيها مصيبه زي مثلا برونكوجينيك كارسينوما طب ما هو لانج كانسر هتلاقي النيمونيا كل شويه ايه يا جماعه تبدا تخف وترجع في نفس المكان لا معلش بقى يبقى اكيد المكان ده فيه حاجه منيله في 60 نيله تفكر ان في بقى حاجه ايه يا جماعه حاجه مثلا تي بي عنده لان كانسر عنده الحاجات دي كلها طيب ايه الانفستيجيشن ده الانفستيجيشنز بقى بصوا يا جماعه انا هقول الانفستيجيشنز بالظبط يعني هقولها زي الناس اللي هو بالاسلوب اللي يا جماعه 1910 بس انت الكونكلورو ايه بقى انتوا اللي هتقولوا بصوا بقى يا جماعه ست حاجات واحد اول حاجه لا الاول انا عايز اشرحه بس 1910 بجد يعني هو كاني بقى ما فيش ايه يا جماعه اللي هو عادي 1910 زي الدكتور داخل طربوش نفس الطريقه بتاعه 1900 وكان احمد عرابي هو مش هو اللي كان في الحصان ولا كان ولا مصطفى احمد اه لا مصطفى كامل ده طلع ماشي مصطفى كامل بتاع عشان زي اقول لك ايه مصطفى كامل لو لما اولد مصريا لو بدات ان اكون مصريا يقول لك اصلا مصطفى كامل اصلا مات وعنده 33 سنه منهم 20 سنه في اوروبا اصلا ما تاخدش على كلامه يعني هو ايه يعني هو اصلا فالمهم يقول لك ايه او كان اه بقول لك قعد في اوروبا 20 سنه فهو ما قعدش هنا اصلا غير 16 سنه فالمهم لا مصطفى كامل ده غير ايش يابا ده كان حاجه ثانيه الجيل العالم بيضع يضع الجيل الطاهر البريء الشباب بلادي اللي في حب فؤادي فالمهم لا مصطفى كامل كان في خطبه ليه يعني الكلام مصطفى كامل مين؟ ايش يابا ولا فالمهم بص بقى يا جماعه ده كده اللي هو الانفستيجيشنز واحد راديولوجي وراديولوجي هيبقى ايه بقى اكس راي وسي تي بس اللي انا هتكلم عنه بالتفصيل هو ايه يا جماعه الاكس راي وان الاكس راي خد بالك بقى لازم هنا نعلق على ثلاث حاجات واحد اثنين ثلاثة رقم واحد في الاكس راي اللي هي سبيسيفيك رقم اثنين ورقم ثلاثة كومبليكيشن طبعا راديولوجيكال ساينز اوف كومبليكيشنز اكزامبل بلورا ريفيوجن تركية هتبقى سنترال زي ما هي انما السبيسيفيك هو ده السطر الوحيد اللي هتتذكر وهنا بقى لازم اما يقول لك الاكس راي بتاع النيمونيا عامل ازاي ترد عليه وتقول له على ايه على حسب هل هي يوبر نيمونيا
ولا هل هي برونكو نيمونيا؟ صح ولا غلط؟ لو كانت لوبر نيمونيا هتبقى عامله ازاي يا جماعه؟ هتلاقي فيه هوموجينس اوباستي. يعني ايه هوموجينس اوباستي؟ هي الرئه بيبقى لونها ايه في الاكس راي؟ اسود. ليه اسود؟ لان هو والهواء بيبقى لونه ايه؟ اسود ولا شفاف؟ بيبقى اسود. ما هو يعني شفاف اسود. لما يبقى اسود فنسميها هايبر. لما الاسود يزيد قوي نسميها هايبر ترانسلوسنت. طب لما يبقى مكان الهواء في ميه اوباستي صح ولا؟ فيقول لك هنا هو هوموجينس. يعني ايه؟ يعني قطعيه واحده كده، ميه واحده هوموجينس اوباستي. ده حته بيضه كده، هذه الحته البيضه شوفها الطالب الذكي اللي بيعرف يجيب درجه. هو خلاص النمونيا حته ميه، ما هي قديمه فهتقول هوموجينس اوباستي. لكن في طالب تاني يقول لك لا هوموجينس اوباستي تاخد شكل اللوب في اللوبر نيمونيا، ولكنها بايلاترال وباتشي في البرونكونيمونيا. مش في البرونكونيمونيا بتبقى بايلاترال وباتشي حته هنا وحته لما تبقى مناعه العيان متنيله ب 60 هيله تلاقيها بايلاترال وباتشي. انما هنا بتبقى ايه يا جماعه؟ يعني اللي مرسوم عندكم هنا في الكتاب مين يعرف يقول لي الرسمه دي ايه؟ لوبر نيمونيا ولا برونكونيمونيا ولا ايه؟ لوبر فين بقى؟ في الميدل لوب. شفتوا بقى يا جماعه؟ ميدل لوب. طب لو فوق هتبقى في الرايت لوب. في على فكره بعض الناس عندهم فراغ عاطفي رهيب، يقول لك في كمان نوعين كمان، يعني في لوبر نيمونيا في برونكونيمونيا. لا عندهم فراغ عاطفي رهيب بقى، يقول لك وفي كمان سيجمنتال نيمونيا، يعني تاخد سيجمنت من اللوب. شوف بقى الناس اللي عندهم فراغ عاطفي رهيب، سيبك من دول بقى، يقول لك وفي كمان حته من السيجمنت وحياته اللي هم يسميها سب سيجمنتال نيمونيا. يا عم هم لوبر نيمونيا. ما بعد كده هنبدا بقى نخش في حاجات فهويه. لوبر نيمونيا برونكو نيمونيا بس كده. في اللوبر نيمونيا بتبقى عامله ازاي يا جماعه؟ هوموجينس وبس، تاخد شكل اللوب. برونكو نيمونيا بس انا هسالكم سؤال، طب ما كل الناس هيكتبوا كده، استنى بس اخلص الحته دي وبعدين كل الناس هيكتبوا كده صح ولا غلط؟ ما الطلبه كلهم هيكتبوا كده، بس انا عايز بقى اتميز، اكتب حاجه تلاقي رئيس القسم يبص لك كده، انت ايه حكايتك يا باشا؟ تقول له ايه بقى؟ تقول له هو لازم لا ما هو هتقول له ايه عشان تقول له كده؟ هتقول له ايه بقى عشان يسالك السؤال ده؟ قول له بص بقى كل الناس هيكتبوا لوبر ديمونيا وبرونكو ديمونيا صح ولا غلط؟ ده انت لو جبت الليمبيا هيبقى عارف المعلومه دي. قول له ولكن الفيرال ديمونيا والمايكوبلازما اللي هي الاتيبيكال ديمونيا، الفيرال ديمونيا والمايكوبلازما، بصوا يا جماعه لما ناخدهم كمان شويه هنعرف ان الاتيبيكال ديمونيا والفيرال ديمونيا بيعملوا حاجه اسمها انترستيشال ديمونيا. يعني ايه بقى انترستيشال ديمونيا؟ يا ريتني ما مسحت رسمه الكتابه، هضطر ارسمها تاني. صعبه ادي الامبيولايا ودي الامبيولايا ودي الامبيولايا. تعرف انترستيشال يعني ايه؟ يعني من النيمونيا في الانترستيشن بس، يعني الاكسوديت ما بينزلش اول الالفيولاي نفسها. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ فخد بالك بقى، هل بيبقى في ميه في الالفيولاي؟ لا، وفي بس قليل يعني مش قليلين قوي. هل هو من ازاي بس ايه يا جماعه؟ هنا كونجيشن وشويه ميه في الانترستيشن بس وميه قليله، فعشان كده ما بتعملش هوموجينس وبس. انما تعمل ايه بقى؟ يعني مش هتلاقي الالفيولاي مليانه ميه فتيجي تبص تلاقي بياض كده في الاكس راي، لا هتلاقي بس الشادو. شادو ليه؟ لان الانترستيشن بس هو اللي فيه ايه يا جماعه؟ كونجيشن. فتلاقي شادو فيسموها ايه بقى؟ ريتيكولار شادو. عشان كده في الفيرال نيمونيا والانترستيشن نيمونيا يقول لك مكتوب ايه عندكم يا جماعه؟ ريتيكولار شادو. ريتيكولار شادو يعني تمسك الاكس راي مش زي هنا بقى. شوف هنا يا جماعه فيه هوموجينس اوباستي واضحه جدا، حته اهو. ده انت لو اعمى البصر والبصيره، ده لو واحد ضرير هيشوف الحاله دي هيقولوا ده نيمونيا اهي. اهي يا جماعه ده هوموجينس، انما تلاقي شادو يعني تلاقي مشبعها ابيض كده معايا. طبعا دي بقى فور ديفرنشال دايجنوزس من ضمنها بيبقى فيه ايه يا جماعه؟ فيرال نيمونيا. خد بالك انت بتذاكر يا ابني عشان تتميز. هو كل الناس هيكتبوا لوبر نيمونيا وهيكتبوا ايه يا جماعه؟ برونكو نيمونيا. بس انت تقول له لا فيرال نيمونيا بتبقى ريتيكولار شادو. غير كمان انه ممكن يجيب لك سؤال في الامتحان يقول لك مثلا افيان فلو. افيان فلو اللي هو ايه؟ انفلونزا التيوب. والسؤال ده على فكره جه قبل كده كتير، بالذات كان في فتره كده كانت ايه يا جماعه؟ في مصر انفلونزا وشعبان عبد الرحيم يطلع يغني، فاكرين انتوا الحاجات دي؟ على فكره بدات ترجع تنج، حتى بيقول لك مش عارف مين اللي في الغربيه ماتت بسبب انفلونزا، يعني بدات الامور ايه يا جماعه؟ فممكن يجي، ممكن على حظكم قبل الامتحان شهر 11 تلاقي مثلا تبدا الايه يا جماعه؟ انفلونزا التيوب تبدا ترجع تنج. طبعا اللي بيحط الامتحان هو جايب لك السؤال ده، تصدق ان في طلبه يشوف السؤال ده ورئيس القسم رئيس الحته دي موجوده فين؟ واحد ما هو يا ابني انفلونزا الطيور بتموت ازاي؟ ان هي بتجيب ايه؟ نيمونيا. طب ما هي النيمونيا ده فيروس، يبقى هو هتكتب الايه يا جماعه؟ تشمر وتقوم كاتب له الفيرال نيمونيا. معايا؟ في طلبه لما السؤال ده كان بيجي زمان افيان فلو يسيب فراغ كده. والله يقوم ساب لك فراغ اللي هو ايه ده موجوده فين دي يا دكتور في المنهج؟ مش قادر يشغل دماغه ان دي ايه يا جماعه؟ الفيرال نيمونيا. واحد بقى يكتب ايه؟ اغنيه شعبان عبد الرحيم بقى ونعالجه ازاي؟ نخلي الفراخ ما تمشيش حافيه. والعقل كلام اللي هو كلام كله كلام ايه؟ حماده بالجنزبيل يعني. فهو افيان فلو اللي هي نفسها اللي هي يا جماعه الفيرال نيمونيا اللي هنقولها كمان شويه. ادي الراديولوجي. يبقى الراديولوجي ايه تاني بقى؟ اكس راي. وايه كمان يا اولاد؟ سي تي. ريتيكولار شادو ولا شبكه؟
يعني تشبيحة في بيضة كده تلاقي حتت بس بيضة مش هوموجينس بس مش حتة بيضة على بعض كده البرونك في البرونكاي ولا ايه؟ اه في الرئة نفسها تمسك الرئة كده تلاقي في حتت تشبيحات بيضة لا لا والبرونكونيومونيا اصلا البرونكونيومونيا بتبقى يعني بتبقى يعني ايه بايلاترال وباتشي يعني تلاقي في حتت بيضة كتير متنطورة هنا وهنا 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 قطع انا بتكلم على التسمية اه ما هي اصلا البرونكونيومونيا ايه؟ ما هي برونكونيومونيا يعني ايه؟ يعني في البرونكاي وفي الالفيلا يعني بايلاترال وباتشي تاخد بالك يعني مش في لوب واحد بقى لا متنضره في الرئتين في الاثنين تاخد بالك ما هو الديزيز لو المناعه قليله لو المناعه قليله بتبقى بايلاترال وباتشي لو المناعه كويسه يقدر ان هو يحد النمونيا فين يا جماعه في لوب واحد بس لما برونكو نيمونيا لو المناعه قليله يبقى برونكايتس يقلب لبرونكولايتس يقلب على طول فين يقوم قلب على طول على النمونيا وتبقى النمونيا زي عينين السكر بس بتبقى برده بايلاترال وباتشي لان مناعته متنيله في سنين ندخل بقى بعد كده اثنين يلا حد يقول رقم اثنين سبيوتم سبيوتم اكزامينيش كالتشر اند سنسيفتي مايكروسكوب تيست هتلاقي مكتوب كالتشر اند سنسيفتي تيست وبعدين مايكروسكوبك اكزامينيشن مايكروسكوبك اكزامينيشن اللي هو بنشوف ايه بقى سكويموس سيل ابيثيليوم سكويموس سيل ابيثيليوم اه وحاجتين كمان نيوتروفيلز وماكروفاجز ليه بشوف السكويموس سيل ابيثيليوم ايوه لان لو لقيت حته السبيوتم فيها سكويموس سيل ابيثيليوم اكتر من 25 خد بالك بقى في اللو باور فيلد يعني سيبك من الرقم كمان بس لو لقيت سكويموس سيل ابيثيليوم عاليه يبقى معنى كده عينه السبيوتم دي استبلها وتشرب ميتها لان معنى كده ايه يا جماعه ترميها في وشه قول له بقولك ايه مش دي حته السبيوتم بتاعتك اهي ورميها في وشه قول له انا عايز واحده ثانيه يقول لك ليه قول له انت مش شايف السكويموس سيل ابيثيليوم دي اكيد كنت منيت تبقى ايه ماوس بقى ما هو البق هو المغطى بالسكويموس سيل ابيثيليوم فات واحده ثانيه طب لو لقيت ماكروفاجات كتير يعني اتس سكويموس سيل ابيثيليوم ولقيت ماكروفاجات بالهبل جايه من الالفيولاي فعلا لان بيت الماكروفاجز از ديستال لان طب لو لقيت نيتروفيلز كتير ملهاش قيمه قوي بس معنى كده ان في انفكشن يعني معايا بس هو اهم حاجه يبقى شفت بقى تلاقي طالب بقى ايه وبرات الاطفال في عينيه سبيوتم اكزامينشن كالتشر اند سنسيفتي تيست ويطلع اقول لك وانا كتبت ويبقى عايز احط صوره برده مع ورقه الاجابه كده يا ابني مع اي حد انما بقى مايكروسكوبك اكزامينشن يبقى الراجل اللي هو بيصحح لانه دكتور شيست هيقول ده اللي انا بعمله في ايه ده الطالب ده طالب غير عادي في زمن ايه ولا انت غير عادي ولا نيره تسكين يا ابني يعني خد بالك من الحته دي انا لغايه دلوقتي على فكره رقم واحد راديولوجي نفس الكلام انا ذاكرت السطر السبيسيفيك بس معايا وعشان كده بقى من حقي ما دام هتذاكر سطر زود بقى يعني ريتيكولار شادو زودها بتاعه ريتيكولار شادو في الفايرال ايه يا جماعه الفايرال نيمونيا وبعد كده رقم 2 ايه يا جماعه سبيوتام اكزامينشن والسبيوتام اكزامينشن اللي هي كالشر اسيسيفتي تيست ومايكروسكوبك ايه اكزامينشن رقم 3 انفيسيف انفيسيف آلاتك واشتغالاتك اللي هي ايه بقى ترانس تراكيال اسبيريشن بلورال اسبيريشن واحد يقول لي هو الاسبيريشن بتاع البلورال افيوجن هنا بيبقى عامل ازاي اقول لك هنقوله في البلورال افيوجن لما ناخد البلورال افيوجن هنشرح حاجه اسمها نيمونيك بلورال افيوجن طب وبرونكوسكوبي ويز بال كلام كله كلام احمد الجنزبيل قوي يا جماعه طب ورقم 3 ترانس تراكيال هلاقي في برونكوبيوني هلاقي دي كلمه بنكتبها كده كده عشان تستبعد لو في حاجه ايه موجوده هنا انما المصيبه هنا في النيمونيا انت كده كده هتلاقي بلورال ريفيوجن وهتلاقي ايه يا جماعه هتلاقي مشكله في الالفيولاي تحت انت واخد بالك بس انت بتاخد كل بتشوف في حاجه هنا ولا مفيش حاجه هنا فترانس تراكيال اسبيريشن اه بالظبط فانت كده كده في اي انفكشن بتعملها حاجه سهله ترانس تراكيال اسبيريشن بلورال اسبيريشن برونكوسكوبي وسبل اربعه بلاد جازس محدش يبص في الكتاب كده هنا بقى السؤال ده وانا قلته امبارح وهنا بقى السؤال ده MSQ طبعا لما اقول بلاد جازس اول واحده كلهم عارفينها ولو جبت مين لو جبت اقل واحد في الدنيا اي كيو اميبا وقلت له انت يعني هيبقى فيه هيقول لك هايبوكسيا طبعا هايبوكسيا لان انت عندك الفيولاي اوتو فانكشن لكن هايبوكسيا وايه وايه دي بقى في النظري مش مشكله قوي لان في النظري لو انت مش عارف هتكتب هايبوكسيا وبس تقوم عامل خط كده جاي ورا شغله منك خلاص معايا ولا مش معايا انما في الام اس كيو تعالى لي بقى انه يجي السؤال ده كده بالظبط انه وفي حالات النيمونيا فانه يكون هناك او سلام كده بيبقى موجود في النيمونيا هايبوكسيا وهايبركابنيا ولا هايبوكسيا ونورموكابنيا ثاني اكسيد الكربون بقى ولا هايبوكسيا وهايبوكابنيا ولا الاختيار الرابع ايه طب ايه اللي هو هايبوكسيا وايه بقى هايبوكابنيا شفت بقى هايبو تقوم انت على السطر وبتالف هتقول ايه شوف بقى المخ المصري النووي يقول لك ادي الالفيولاي بايظه فالاكسجين مش عارف يدخل وثاني اكسيد الكربون مش عارف يخرج فهيحصل هايبوكسيا وايه يا جماعه وهايبركابنيا لا يا حبيبي ده ما بيحصلش
الهايبوكسيا اه تحصل طبعا، انما ثاني اكسيد الكربون لا ده عنده تاكيبنيا، تاكيبنيا تعمل ووش لثاني اكسيد الكربون. يبقى واحد فيكم لو ذكي قوي سالني سؤال يقول لي طب هو الالفيولاي باظت ايش معنى؟ اقول له ايش معنى ايه؟ يقول لي ايش معنى الاكسجين يدخل عادي جدا لكن ثاني اكسيد الكربون الاكسجين ما بيعرفش يدخل لما الالفيولاي تبوظ، الاكسجين اللي داخل انما ثاني اكسيد الكربون يعرف يطلع عادي. اكتف لا جريدينت الديفيوجن، برافو الديفيوجن خاصيه انت بس انت فاكر خدتوا انتوا الكلام ده قبل كده، خدتوا ان خاصيه الانتشار بتاعت ثاني اكسيد الكربون اعلى من الاكسجين حوالي 30 مره، يعني ده الدرجه بتاع هما مش هقول لكم ديفيوجن قالوا لكم او حتى في الرفاره كده قالوا لكم الكلمه دي، قال لك ثاني اكسيد الكربون يفوت في الحديد او بلاش يفوت في الحديد تحس انها كلمه مش علميه عايزين نقولها بطريقه علميه، ثاني اكسيد الكربون يعدي في خرم ابره. شفت بقى اللي هو يعدي في خرم ابره، انت عارف يعني ايه يعدي في خرم ابره؟ يعني لو جبت عيان شلت له الرئه كده خالص وشلت الرئه الثانيه خالص بس سبت له الفيولاي واحده، هذه الالفيولاي طبعا انا ببالغ بس يعني عشان اوصل لكم اللي انا عايز اقوله، الالفيولاي الواحده دي الفيولاي تفتح كده تلاقي الفيولاي، الالفيولاي دي قادره على التخلص من ثاني اكسيد الكربون لان خاصيه الانتشار عاليه جدا، يعني حتى لو بوصل كل الالفيولاي سبت له الفيولاي واحده ثاني اكسيد الكربون يعرف يطلع عادي. ولهذا فان ثاني اكسيد الكربون هنا بيبقى اخباره ايه يا جماعه؟ هايبوكامية. السؤال ده برضو بيوجود وبيجي كتير جدا في النيمونيا ودايما الطلبة غلطوا فيه، الطلبة اي كلام الطيبين قوي يقولك هايبوكسيا وهايبركامية، الطالب النص نص بيقول هايبوكسيا ونورموكامية، انما الطالب الهنتريش هايبوكسيا وهايبوكامية. يوم واحد يقول لي بس هو ثاني اكسيد الكربون ما عليهش ابدا، يعني بس امتى بقى؟ سيفير نيمونيا. خد بالك يا جماعة في الام اس كيو دايما مشاكل الطلبة تبان مع مين؟ مع الام اس كيو، لان هو بيبقى مش عارف ان الحياة هو انت عارف ودي حتى المرحله اللي انتوا فيها هي بتبقى كده فعلا، هو حياته يا ابيض يا اسود، وهي مشكله اللي مبوظين الدنيا، انتوا مبوظين الدنيا ليه يا جماعه في البلد؟ عشان هو انت يا ابيض يا اسود، مفيش درجات الرمادي، انت مش واخد بالك ان في مليون درجه بين الابيض والايه يا جماعه والاسود. يعني لما بيجي يقول لك نيمونيا خد بالك نيمونيا يبقى هي نيمونيا، لو انا عايز اقول لك سيفير نيمونيا ده موضوع تنش زي ما ناخد في النيفرولوجي كرونيك رينال فيلير واند ستيج كرونيك رينال فيلير، دي حاجه ودي حاجه. فلما اقول لك في سيفير نيمونيا بيحصل ايه؟ ثاني اكسيد الكربون يا ابني لو لقيته عالي تاخد العيان في حضنك كده عشان دموعك تنزل ورا ظهره يقوم ايه؟ ما يشوفهاش، ولازم تحطه على ايه؟ فنتليتور. دي حاجه بقى سيفير نيمونيا، انما النيمونيا العاديه بجيب لك سؤال، نيمونيا العاديه اللي انت بتشوفها في حياتك مع عيانين كتير جدا، النيمونيا شوفها في الاي سي يو هتلاقي العيان عنده هايبوكسيا وهايبوكامية. شفت بقى بالذات اللي بيجي في الاي سي يو لانها اسبيريشن نيمونيا فالتكبنيا جامده قوي. دخل بقى فايبر كابنيا ده موضوع تاني. اكتبوا بس ام اس كيو جنب الكلمه دي، انا كاتب ولا مش كاتب ام اس كيو؟ انت كاتب السيفير بس، اه في السيفير هايبر كامل ماشي، هنعرف البوب ده. ادخل بقى بعد كده في البلد، البلد العادي يلا البلد بقى الفه يلا يا احمد بقى ينزل لك ايه السعر عادي لوكسيتوس هو البلد سيلز عادي. ايه رايك اني لا اكذب ولكني اتجمل؟ اكتب دايما في البلد كلمه ليفر اند رينال فانكشن تيست في اي مرض في التشيست، لان معظم امراض التشيست اسمع بقى الكلمه دي. ما هو انت بص يا ابني انت لو الليفر عندك بايظ او الكليه بايظه بتبقى اميونو كومبرومايزد، انت اصلا معرض للنيمونيا ومعرض لامراض التشيست كلها صح. اتعلم كمان برده في سي بي سي تقول نشوف الجلوكوز، لان مرض السكر بيعمل انفيكشن ريكرنت تشيست انفيكشن، فممكن كل الحاجات دي تحصل فيه. فيا استنبه كده في البلاد واحنا قلنا الكلام ده في الاسكين سي بي سي عادي مش عارف ايه، بس اكتب نشوف الجلوكوز مثلا ليفر اند رينال فانكشن تيست. لو انت بقى طالب غير عادي في زمن غير اعتيادي الكترولايتس دي ما تكتبها له والله تلاقي الراجل هيتجنن. الكترولايتس هايبونترين والله يا جماعه الكتاب ده بوظ طب في مصر فعلا بعترف والله فعلا، لان خلاص انت اللي هو الكترولايتس وهيبان ان انت رهيب الكترولايتس يا دكتور في الجينيلا بتعمل هايبونترين. ده معلومه زي دي اصلا انت مش هتلاقي ده اذا كانت الشيس عارفينها غير بس فين يا جماعه، يعني لو هو بعد حتى في مصر مش هيعرفها. فانت بقى بتقول لرئيس قسم هايبونترينيا اندوجينيلا هتلاقيه باصص لك كده تقوم قايل ردد عليك تقول له ايه بقى؟ انت في شر بيتصل بيك شر تقول له انا اصل انا كنت كده. ما هو ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه؟ هتقول له لانها بتزود بس دي في الاندوكراين، لان اللوجينيلا بتزود الانتي دايروتيك هرمون. انتوا واخدين بالكم يا جماعه من الاسباب اللي بتزود الانتي دايروتيك هرمون تقوم تعمل تخفف ايه يا جماعه؟ تزود الميه فتخفف الصوديوم. طب بس مش لازم ليه بقى، هو كفايه تعرف العلاقه قوي ده دي بقى علوم اصلا جامده الهايبوناتريميا اللوجينيلا. انت واخد بالك اصلا انت اول ما تقول هيجي له نمونيا وهو واقف اصلا من فرحته بيك يعني، لان الهايبوناتريميا اللوجينيلا وتاخد بايده كده زي ما قلنا ايه يا جماعه وراس السنون. على فكره لو فيكوا شاب درس زمانه بيتفرج علينا وبيضحك اقسم بالله دلوقتي والله زمانه قاعد داخليا كده بيضحك، خليهم يكتبوا خليه يقول ده الكلام ده بالملي الكلام اللي انا قلته امبارح.
ده اقسم بالله اللي يرجع يذاكر انفستيجيشنز بتاعه النيمونيا ده واحد قليل ادب. اقسم بالله مش قليل ادب ده انسان سافر والله العظيم انسان اهو ده بقى اللي اسمه الانحطاط الطبي والله العظيم فعلا لو ما ينفعش يا جماعه ده احنا لغايه دلوقتي ماشيين هو نفس الكلام ده لو واحد دولسي قاعد زمان بيضحك علينا دلوقتي طب وادخل بقى بعد كده يلا حد يقول وبعد كده كنا بنعمل ايه كمان نقول لك كام واحده كده خمس سي جي اي كلمه من تبع توكسيكلود اذر كوزز في اوف ديزني كاردياك ديزني بالذمه وبالله عليكم وانت شايف في كلمه تستاهل ان احنا نذاكرها اذا بقى لو واحد دورسي قاعد اكس جنب الانفيزيبل ده هي بالظبط على فكره عايز اقول لك حاجه ده اول مرض يعدي علينا في التشيست صح انا عايزك تروح تذاكر النيمونيا من اكبر سورس في العالم يعني ايه اكبر سورس في العالم من تكست بوك والله ما بهرج يعني روح هات تكست بوك اقعد ذاكر الموضوع ده انا بقى بحلف لك بالله ان انت الكلام اللي انت قلته من واقع الحصه اللي فاتت اكبر مليون مره من اي سورس ده انت لو رحت ذاكرت من مين من مش هقول لك بقى كتاب متخصص الشيست تاخد بقى هتلاقي هو نفس الكلام ده ديفيدسون صغير على فكره يعني ديفيدسون مش كبير قوي يعني انت روح ذاكرها من ديفيدسون هتلاقي نص الكلام مثلا اللغه بتاعته حلوه معايا ديفيدسون حلو بس على فكره كومار طبعا جديده حلوه انا بقى مش عارف هارسون كبير قوي بقى هتقعد تذاكر من هارسون ليه ومقفل عليك ليه الامتحان ده بقى اللي ذاكر الحاجات دي يعني كلاب علم لا بص يا ابني هقول لك على حاجه والله فعلا صدقوني محدش هيقول لك الكلام ده يا ابني الكتب دي اللي تجيبها المراجع دي هارسون وسيسيل والحاجات دي عشان يروحوا المكتبه يعني ما ينفعش دكتور ما يبقاش عنده هارسون وسيسيل ما ينفعش منظرك مش حلو لو حد دخل بيته لكن دول مثلا يا جماعه تكون جايب كده الاربع اجزاء بتوع هارسون وسيسيل جنبيه تكون حاطط في الركن كده وفي الركن كده انما بتفتحهم لا حاططهم بس في المكتبه هو هي كده وكل ما بينزل طبعا كتير بتجيبها برده تبقى ايه يا جماعه كتب كده يبقى منظر في المكتبه او حتى اللي يجي كده ايه انا نسيت كنت قايل لكم انزل صوره ليا والمكتبه ورايا عندي في البيت والله نسيت خالص النهارده انا النهارده عامل استراحه قدام المكتبه كتب قريب عمري ما قريتها كل المجالات اقصد ما شارع اللغه هتلاقي فيه كتاب كده الفكر الاشتراكي ما بين حكمية الوجوديه واشكاليه الحداثه منحنيات في بناتشي كتابين دول عندي والله كل انا نفسي بشوفهم بضحك لان بس اي حد بقى يدخل عندي البيت بقى ويكون مش يبص يقول لك ده ايه العالم انا داخل بيت عالم ده مش بيت عالم اه والله فعلا هو ايه يا جماعه هتلاقوا كتب فعلا جامده ايه؟ ايه؟ مع ان وراهم لو حد قريب وراهم رضيحه ساعتها اللي هو تبع ايه؟ كده لا كنت بتستشف كلمه من هنا على كلمه من فيهم بس هو وراهم بقى تلاقي بقى الحاجات بقى ايه؟ بناخد مستحيل بقى مستحيل بقى مستحيل بقى مستحيل بقى مستحيل بقى مستحيل بقى عنده كم كتاب؟ 7000 كتاب؟ المصريات؟ ده فاضي ده مع كذا حاجه ثانيه لا والله المصريات هو انتوا 7000 ده واخد شقه للكتب بقى على فكره بتقول رقم اللي هو يعني لا يا جماعه بيقول لك كده انتوا قاعدين والله يا دكتور ايه ده 7000 كتاب دي يعني واخد شقه للكتب حط فيها شقه كتب بس كده فالمهم صراحه لا بس هو دكتور احمد مثقف فعلا يعني هي الواحد يقول بتاع العملي صح؟ لا هو مثقف فعلا فالمهم اللي بقول له هو مثقف كده محدش قال له والله انت كمان يا دكتور مفيش فالمهم ندخل بقى بعد كده ادي الانفستيجيشنز خلصت معايا ولغايه دلوقتي نقف واقفه كده الموضوع كله بنكلوله ايه لغايه دلوقتي ذاكرنا ديفينيشن ثيولوجي باثولوجي وعشان تعدي على الحتت اللي انت بتحبها لازم تعدي على حتت كتير انت ما بتحبهاش اللي هي الديفينيشن ايتيولوجي باثولوجي كلينيكال بيكتشر اي كلام كومبليكيشنز اي كلام انفستيجيشنز ده انت هتكتب كلام رهيب واي كلام مش هتذاكر يبقى انا من حقي لما اجي اقول لك بقى تيبيكال نيمونيا اقولها بالتفصيل عشان الام اس كيو مش عشان نظري والتريتمنت من حقي ان انا اقولها بتوسع انتوا فاهمين على فكره يا جماعه في الكتاب ده هتلاقوا دايما التريتمنت انا كاتبها بتوسع قوي وبيني وبينكم التريتمنت في كل المواضيع اللي هنا بوست جراديويت يعني انا نفسي بقول لك ان هي اكبر شويه من بري جراديويت بس انا ليه عامل كده لاني انا عارف اللي فيها انت كل الكلينيكال بيكتشر حاجات انت مش هتذاكرها تاني مش هتذاكر غير التريتمنت في كل موضوع هنا في النيمونيا هتذاكر التريتمنت والاتيبيكال نيمونيا يعني اكتر شويه انما في كل موضوع انت مش هتذاكر غير التريتمنت طب ما تبقاش قرع ونزعي بقى يعني خلي عندك ده وذاكره بالذمه بقى صح ولا غلط خصوصا ان انا هقول لكم كلمه جاز مش هتصدقوها بس اتوقع ان الاساتذه الكبار اوعى تفتكر ان هو بيبقى عارف الحاجات دي كويس يعني اوعى تفتكر ان هو بقى هو ان الكلام النظري ده عارفه كويس ولو دخل الامتحان ممكن يجيب اكتر منه على فكره بس هو الحاجه اللي عارفها اكتر منك مليون مره ايه بقى تريتمنت بس هو التريتمنت فيفاجئ ان انت لسه ايه يا جماعه بامبرز في طب وكاتب له نفس التريتمنت اللي هو ايه يا جماعه هو ده اللي بيبقى عارفه هو ده اللي بيبقى ابديتد فيه وعارف المعلومات كلها لان التريتمنت هو شغله هو انا ما يهمنيش يا جماعه كدكتور شيست مثلا بعرفه ان الليجونيلا تعمل انا مالي بالكلام ده
والباثولوجي يتحول الى كفته وكفته ايه عاوز ايه كده يا جماعه الكلام ده تقوله مع بعاطي وكلام ده بعاطي مش كده ومكمل بيتعب ده بيقول لك كمان 9 ايام العلاج هيطلع انما لا هو كويس في التريتمنت لسه معايا فانت تبقى عارف التريتمنت كويس عشان بس انا يا جماعه في كل موضوع وانا بشرح التريتمنت هتلاقيني بعد ما هقوله هقوم مسهله شويه يعني بحيث برضو للطالب المحدود يبقى ايه يا جماعه كده نقول الاتيبيكال نيمونيا اتيبيكال نيمونيا ركزوا معايا يا شباب الاتيبيكال نيمونيا تركيز بقى عشان الام اس كيو نبدا بالاورجانيزمات واحد واحد هو يعني ايه اتيبيكال نيمونيا انها اورجانيزمات تحتاج الى ايه يا جماعه سياسه خاصه في العلاج وانها ديفويد اوف سيل وول ديفويد اوف ايه بقى سيل وول تمتاز الاتيبيكال نيمونيا خليكم معايا حط هيكل عام كده نمشي عليه وبعدين طبعا اورجانيزمات كتير هقولها لكن كلهم بيشتركوا في ايه انهم كلهم انترستيشال نيمونيا يعني ايه بقى الكلام اللي انا قلته يعني ايه انترستيشال يعني ايه يعني بتطلع منها بايه انترستيشال نيمونيا يعني هنا بس يعني الجنرال مانيفيستيشنز تبقى جامده قوي لكن اللوكال مانيفيستيشنز مايلد قوي يعني ايه الكلام ده ما هو ما فيش ميه كتير بتنزل في الالفيولار انت واحد جيت مثلا جيت لي بفيرال نيمونيا فيرال نيمونيا هتلاقي جنرال مانيفيستيشنز ايه الحاله يا دكتور همدان وهتكون مش قادر اتحرك تعبان قوي وعندي مش عارف ايه والكلام ده كله فانا ممكن اشك في نيمونيا ويا دكتور برضو عندي كحه ومش عارف ايه فاجي ابص اقول لك ما اشك في نيمونيا اعمل لك ايه اقول لك طب تعالى كده انا اعمل لوكال اكزام اشوف في دالنس ولا لا اللي هي ساينز اوف كونسوليديشن اقوم هنا بقى ما الاقيهاش الاقيها مايلد قوي وعشان كده ده خبر حلو ولا وحش خبر وحش لانها ممكن تضللك في التشخيص معايا انت غالبا هتشخصه ايه يا جماعه يا راجل ده انت نازل برد الحمد لله الرئه سليمه يلا مش هيموت بسبب التهاب رئوي فعشان كده يقول لك الاتيبيكال نيمونيا كلها حقارتها في كده ان هي بتعمل ايه يا جماعه لو او مايلد لوكال ساينس سيفير جنرال ساينس لكن بقى في برضو حاجه سخيفه ان هي كلها بتعمل حاجه اسمها اكسترا بالمونري مانيفيستيشنز طب دي سخيفه لمين ليه كنتوا بقى في الامتحان لان طبعا في الام اس كيو هيتلعب بيك للصبح اكسترا وفي كل اورجانيزم وده خبر وحش جدا يا جماعه لازم تحفظ الاكسترا بالمونري وللاسف الاسيف لو الامتحان كان نظري بس كنت انا اصطدت او نقيت من كل موضوع 3 4 كلمات نضجين صح او الكلمه المضيعه مثلا مايكوبلازما اكزامبل كذا واحفظ مثلا واحد وخلاص لان مش هتلحق في الامتحان تكتب غير مثلا واحد او اثنين انما السخافه الطبيه في ايه بقى ان هيجي في الام اس كيو يقول لك ايه بقى يقول لك مثلا از ريجارد تو ليجيونيلا اول اوف ذا فولوينج اكسبت فمعلش بقى انت لازم تكون عارف كله فهي المشكله في الام اس كيو كده ان انا لازم اكون عارف كل الكلينيكال مانيفيستيشنز الاكسترا بالمونري عارفها كلها عشان الام اس كيو معايا ولا مش معايا ونبدا اورجانيزم اورجانيزم على فكره في حاجه بس عايز اقولها بعد ما اخلص الاورجانيزمات كلها اللي هيقولهم كلهم كاملين ياخد 100 جنيه مش هرجع اتكلم معايا قبل كده جاوبت كلمه لا يقولها والله 100 جنيه 1000 جنيه والله انتوا لو جاوبتوها 1000 جنيه بالنسبه لك انا مش هتلاقي 100 جنيه اه انت 13 مش دعوه انا بص بقى اللي اتحطيت على الموبايل هنشوف دلوقتي 1000 جنيه والله بس ايه تقولوها كلها ومفيش غلط معايا اللي هيقولها وكده ياخد جنيه وخلاص بصوا يا جماعه هتيبيكال نيمونيا نبدا اول اورجانيزم نبدا بيه اول اورجانيزم اللي هو المايكوبلازما المايكوبلازما طبعا خلاص بقى مش كل مره هقول مايلد لوكال ساينس سيفير جنرال ساينس انتوا عارفين المعلومه دي انما نبدا بالاكسترا بالمونري مانيفيستيشنز بقى مايكوبلازما بيعمل كذا حاجه لكن خد بالك اول حاجتين سهلين قوي اسمها مايكوبلازما نفسي نخرج من حصه حافظينهم والله مايكوبلازما تبقى مينن جايتس وننزل لتحت مايكوبلازما تبقى مايو كاردايتس يبقى اول حاجه بيعمل مينجايتس صح ولا غلط من الاسم مايكوبلازما مينجايتس مايكوبلازما مايوكاردايتس بس للاسف الاسيف مش هو ده اللي بيجي في الام اس كيو اللي بيجي في الام اس كيو بقى الحته الشهيره جدا وهي دي الكلمه اللي قوي وهو الراجل في كنترول هو بيدور عليها انت كاتبها ولا لا انه بيعمل حاجه اسمها اوتو اميون هيموليتيك انيميا وبالتحديد على فكره بالتحديد بس الكلام ده هناخده في امراض الدم يقول لك مثلا في امراض الدم هنعرف ان الاوتو اميون هيموليتيك انيميا اوتو اميون اجسام مضاده بتهاجم الار بي سيز تعمل لها هيموليسيس اللي بيعمل اوتو اميون هيموليتيك انيميا في كولد تايب وفي وورم تايب انا بنعرف الكلام ده في البلد كولد تايب اللي هو اللي منكم ربنا يكرمه ويطلع قاعد عمل فين مثلا في اوكرانيا او يطلع في سيبيريا او في سويسرا طبعا هو بيبقى حلو اوكرانيا طبعا اللي هو اللي منكم ربنا يكرمه ويطلع قاعد عمل في حته ممكن بقى درجات الحراره قليله قوي تقوم هوب يا معلم عامل لك ايه كولد تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا عشان تطعس كولد تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا انما الورم تايب في درجات الحراره عاليه اللي منكم ربنا يكرمه ويطلع قاعد عمل في اثيوبيا مثلا ده هيبقى عادي راكبه قصاد النهضه والعمليه هايصه هناك هيقوم ايه اللي يحصل هيجي له المهم بقى المايكوبلازما بتعمل ايه كولد تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا السؤال ده ام اس كيو انا شخصيا ما شفتش امتحان ما جاش فيه سؤال على الحته دي
بكذا طريقه بقى. يقول لك ايه مثلا as regard to atypical او as regard to pneumonia which is incorrect، ويجيب لك اربع جمل. وبعدين يجي يقول لك مثلا staff associated with autoimmune hemolytic anemia. لا مش الستاف ده، هي ايه بقى؟ المايكوبلازما. مايكوبلازما بتعمل all of the following او بتعمل ايه من دول؟ يقوم جايب لك autoimmune hemolytic anemia او كل ده طيب autoimmune hemolytic anemia. معايا ولا مش معايا؟ واحد ممكن في الشفا وبقى بمناسبه شفا وانت بتقول له كلمه زي دي، كلمه جامده قوي، يقول لك طب خلاص بقى احنا نعلب اسئلتنا. يقول لك اجسام مضاده immunoglobulin يعني، قول له يقول لك immunoglobulin ايه؟ طبعا ده سؤال اصلا فلسفي مش طبي، لان اسمها مايكو. وسؤال السؤال ده بيجي على فكره، هو مايكو بلازما اسوشيتد ويز، اسمعوا السؤال ده بقى في الام اس كيو يا جماعه، immunoglobulin ام ولا اكس ولا واي ولا زد؟ مايكو بلازما اسوشيتد ويز immunoglobulin ام ولا اكس ولا واي ولا زد؟ ام طبعا، مايكو بلازما immunoglobulin ام. يعني معايا ولا مش ده سؤال يعني، ما قلتوش يبقى احنا، وطبعا مش هيجي يقول لك اكس واي زد، يعني يقول لك ام ولا جي ولا مين الاميونوجلوبولين اللي بيبقى في ريسنت هيباتايتس؟ مين ذاكر ابدومين؟ جي ولا ام؟ جي. يعني انت النهارده مثلا غلطت غلطه الاي جي ام، غلطه اللي هي اكلت اكله بره مثلا، عايز تعرف هو اللي جاب لك المصيبه دي الهيباتايتس بتاعت الاسبوع اللي فات ولا واحده ولا مطعم من زمان اكله من زمان؟ يعني عشان ما تظلمش ناس معايا، ممكن من زمان يا ابني اكله من زمان وجت ام ولا جي؟ ام جي ام ولا جي ام؟ الام مودرن تبقى ريسنت. طب الجي قديم بس ريت يعني على فكره، لا واحد برضو ام مودرن وجي جديد. اه والله الوجه بس على فكره، لا دي الطريقه طبعا حلمنتشيه، لما ناخد الهيباتايتس هنقول بقى الطريقه العلميه اللي هو ام مزر، انما جي جراند مزر، فبتبقى قديمه. لا دي الطريقه العلميه بقى. فالمهم بصوا بقى يا جماعه، انما اللي في المايكوبلازما اميونوجلوبولين ايه؟ ام بس كده، عشان اقول لك بتبقى اسوشيتد مع اميونوجلوبولين ام، قول له صح. يبقى اذا المايكوبلازما بتعمل ايه يا جماعه؟ مايوكاردايتس، مينينجايتس، اوتو اميون هيموليتيك انيميا، كمان بتعمل ليمفادينوباسي بالمناسبه، وممكن تعمل شويه اريزيما كمان. بس يعني المهم بالنسبه لي هو الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، دي اهم كلمه، اسوشيتد ويز اميونوجلوبولين ام. واحد يقول لك العلاج ايه؟ اجيب من الاخر ولا نلف وندور في دايره مفرغه؟ نلف وندور، نجيب من الاخر مره واحده بقى. بص يا ابني، اي اورجانيزم تتسال عليه في الشيست كله بالذات في النيمونيا، اي اورجانيزم ما عدا الاستاف طبعا، الاستاف ده ليه الانتيبيوتيكات بتاعته، لكن عموما اي اورجانيزم تاني رد عليه قول له ايه بقى؟ ازيثروميسين سيبروفلوكساسين. وانا اقول لك على حاجه، انت لو جالك اي حاجه في الجهاز التنفسي، اي دور برد وبتكح، رحت لدكتور شست هيكتب لك ايه؟ والله ما هيكتب لك غير دول، هيقول لك بص يا ابني خد ازيثروميسين وممكن معاه كمان، وخد بالك تقوم انت تقول له طب يا دكتور هو انت مش هتشوف الاورجانيزم اللي عندي؟ لا حبيبي، الاورجانيزمات والكلام ده الشغل ده شغل الهواء. ده شغل الهواء اللي بشوف ده، مع طول زيثروماكس سيبروفلوكساسين، زيثروميسين اللي هو الازيثروميسين سيبروفلوكساسين، يقوم كاتب لك على طول كده ايه؟ زيثروماكس سيبروفور. يلا هما الاثنين دول، هو اي حاجه في الشيست، مفيش بقى مايكرو، تلاقي بقى واحد قاعد طيب قوي، وانا دكتور مايكوبلازما ولا كلابسيلا ولا يا ابني الحاجات دي كلها، ده دي فانما انت هنا بتتكلم اسرائيليه طبعا. فهو اي، فانت بقى ذكائك بقى في الشفوي لما انا الكلابسيلا تتعالج ازاي؟ ترد عليه وتقول له ايه بقى؟ ما تبقاش بقى اللي هو حافظ مش فاهم كده، قول له يا دكتور فكر، قال يعني بتفكر، قول له المايكوبلازما ازيثروميسين كويس، سيبروفلوكساسين برضو بيجيب نتائج كويسه في المايكوبلازما، يقول لك طب الكلابسيلا فكر كده، قول له والله السيبرو كويس جدا، والازيثرو ماكس برضو مش وحش، يقول لك طب واي حاجه بقى يعني انت اخبط يا ابني، هو اي حاجه، اه هي تشيست، اه يا بالمونري، اه يا ايه ازيثروميسين. وانت نفسك يا جماعه بالذات الاخوه المدخنين او الاخوه اللي بيشيقوا او كده، لو انت جالك نزله برد في الشتاء وكده على طول وبرد وحقيقه على طول ازيثرو ماكس. ويا جماعه ازيثرو ماكس يقضي على اي حاجه طبعا، انت بالنسبه لك شاخد الاثنين مع بعض مش حاجه يعني ايه، فاعطوا خد ايه يا جماعه ازيثروميسين، ازيثروميسين خلاص بيت زي الفل، كل اللي بتاخد لك حبايه خلاص خلص الموضوع معايا. فهو ده كده اللي هو ايه في اللور، انا بتكلم عن في اللور، والسيبرو فار برده بيجيب نتائج حلوه، تاخد بالك بس. فهو عموما ده المايكوبلا ليجينيلا. يلا بقى الليجينيلا دي لازم تيجي في الام اس كيو. ليجينيلا هيجي يقول لك از ريجارد تو ليجينيلا ويتش از انكوركت، وانت قاعد تحل كده في القوه تلاقي ايه خمس ست اسئله اتي بكالمونيا جايين ورا بعض، انت قاعد يا ابن اللذينة، لان كله بيدخل في بعضه فعلا، فلازم تطلع حفظهم. ليجينيلا اولا هي جرام نيجاتيف اورجانيزم، دي معلومه معروفه. ثانيا جملة موسيقية، ويلا بقى جاهزين للتمايل عشان نسمع الجملة دي وهنتمايل جدا دلوقتي. بانسايتوبينيا ليمفوبينيا هايبوناترميا، حسب يا ابني هتقعوا. بانسايتوبينيا هايبوناترميا ليمفوبينيا، ده اولا ده البق الاول. طبعا هايبوناترميا احنا عارفينها من ايه؟ من الاسكيم اصلا.
وبيعمل كمان بانسايتوبينيا لانه ممكن ياثر على البون مارو، وبيعمل كمان ممكن حتى كمان الليمف نود هي كمان ممكن يبقى فيها ايه. فالمهم هو اهم حاجه بينه وبينكم بانسايتوبينيا وهايبوناتريميا، بس عشان ايه التمايل يزيد شويه. بيعمل كمان بصوا بقى انا هقول لكم على حاجه حلوه قوي في الليجينيلا اسمها الليجينيلا. اسمعوا بقى ركزوا عشان الحته دي فعلا في الحفظ رخمه قوي. تعالوا نكتب كده ليجينيلا ليجينيلا. شاف الجي اي قد ايه؟ ليجيو شاف الجي انا عاملها جي اي دي اتفكرت بايدي بالمنطق ليجينيلا جي اي تي جي اي شاف جي اي قد ايه؟ جي اي تي. فيقول لك از ريجارد تو نيمونيا يحصل ليجينيلا يحصل دايريه. طبعا ممكن واحد لو مش عارف المعلومه دي دايريه يضحك في الامتحان دايريه في التشست ويقعد يضحك عامل زي الكورونا الارسل بتاعت نويفي كده ما تعرفش ان دايريه بتحصل. شفتوا بقى يا جماعه عشان ايه بقى مين بقى هيفتكر صدى صوت كده جي اي جي اي وهو بيقرا السؤال كده جي اي تكبر كده قدام. انت عارف في بعض الافلام ممكن بر لك ايه يا جماعه عارف المهمه كده هتلاقي جي اي تبقى على طول ايه يا جماعه يحصل دايريه يحصل ابدومينال بين يحصل اي حاجه. طب اسمع اللي بعد جي اي ايه على طول ان تقوم تفكرت بحاجتين بحاجتين ايه هما نيورولوجيكال ونيفرولوجيكال. يحصل ايه في المخ كونفيوجن يقول لك الليجينيلا تعمل كونفيوجن طب يحصل ايه في الكليه يقول لك هي تيجي ازاي بقى ممكن طبعا دي يبوظ الكليه جلوميرولونفرايتس يعمل لك بروتينوريا وهيماتوريا. لكن ساعات في الام اس كيو يقول لك ايه قولوا لي صح ولا غلط الانتيجين بتاع الليجينيلا يبان في اليورين صح ولا غلط صح ما هي بتبوظ الكليه وممكن تنزل في اليورين. شفتوا بقى يا جماعه هو الام اس كيو والله يا جماعه الحيره والنظري بس من غير ام اس كيو اقسم بالله كنت قلت البطنه دي كلها تخلص والله وبدون مبالغه شهر ونص وتخلص وتقفلها. انما هي المشكله في الام اس كيو ان انت لازم تبقى عارف ايه يا جماعه ما هو ما فيش ام اس كيو كنت ادرك الجينيلا احفظ ان هي جرام نيجاتيف بس الله يلا وبتعمل هايبوناتريميا او حتى هايبوناتريميا كمان مش لازم في الام اس كيو وبنعالجها ازاي وخلاص. انما انت هنا لازم تبقى عارف كله جي اي تي مانيفيستيشنز بعديها على طول ان تقوم الان نعمل سهمين كده بتعمل ايه بقى نيورولوجيكال وبتاثر على الكليه كمان. بس ده اللي في اللوجينيلا. لكن في حته ثانيه مهمه في اللوجينيلا ان هي بتتعالج بايه. لا ركزوا بقى في الحته دي ركزوا زود لي بقى هنا في العلاج حاجه. طبعا في العلاج هتقول ايه ازيثروميسين وتفكر شويه تقول لي سيبرو يوم قايل لك وفي حاجه ثالثه زودوها يا جماعه اللي مش مكتوبه مش فاكر كانت مكتوبه ولا لا مكتوب زودوا ريفامبيسين مش مكتوب زود بقى ان هي كمان اللوجينيلا تعالج بالريفامبيسين. ايه الريفامبيسين ده ده اللي عليك تي بي اللي بيحمر كل حاجه يقول لك بقى وانت مدردش تشافه بقى ريفامبيسين تيجي سيره ريفامبيسين بيعالج ايه كمان خدته نوع من انواع النمونيا عارفه طبعا لو طالب قاعد عادي عادي بيعالج نوع من النمونيا نوبر يا دكتور ولا ايه ولا بروكسايل هو على طول تقول له جينيلا خلاص. فهو اكتب كده تريتد باي ريفامبيسين تقوم تدخل بقى يجي لك سؤال ام اس كيو هقوله دلوقتي واللي يجاوبه على فكره اول ما تيجي الاجابه الصح قول له صح ولا يعني ما تستنوش لغايه ما اخلص سؤال تيجي الاجابه صح قول له كده انه از ريجارد تو جينيلا ويتش از انكوركت كورنيلا جرام نيجاتيف صح يعالج بريفامبيسين صح الانتيجين يبان في اليورين صح هايبوناتريميا صح ليمفوبينيا صح دايريا صح كونفيوجن صح يعالج بالكليندامايسين صح شوف هيجيب لك هي لا تعالج خد بالك سؤال بقى بيجي كده بالظبط يجيب لك اربع اختيارات اللي هم ايه جرام نيجاتيف الانتيجين يبان في اليورين مثلا دايريا تعالج بالكليندامايسين. طبعا لو طالب مش مركز كليندامايسين زي الزيثرومايسين على نفس الوزن او زي ده اللي هو لو واحد مش مركز كليندامايسين ما تعالجش ابدا ايه يا جماعه ما تعالجش الليجينيلا اللي بيعالج الليجينيلا معروفين ازيثروماكس سيبروفلوكساسين وايه كمان بقى المهم جدا ريفامبيسين زودوني ونبي بس كلمه ريفامبيسين دي لان عشان شافه حتى لو قال لك ريفامبيسين بيعالج ايه كمان فاقول الكلاريسوميسين ده هو زي الاسروماكس هنقول دلوقتي الانتي بايوتكس هنقولها كمان شويه كلاريسوميسين والحاجات دي. بصوا بقى يا جماعه لو كلاسيد بصوا بقى يا اولاد في عندنا اورجانيزم تاني ستيف ايه بقى الستيف ده يلا قولوا بقى الستيف اذا ذكر ستيف مستشفيات حاجات عشان الام اس كيو يا جماعه ستيف مستشفيات معايا يعني ايه مستشفيات يعني هوسبيتال اكوايرد نيمونيا معايا من الهوسبيتال اكوايرد نيمونيا المهمه الستيف الستيف دايما يجي بعد فايرال انفكشن يعني يبقى عندك فايرال انفكشن نزلت برد هوب دخلت في ستيف عشان يقول لك بيبقى مثلا اسوشيتد ويز فايرال صح معايا بيبقى فيه فلو لايك وبعدين بيبقى مره واحده تدخل فيه ثلاثه الستيف مشهور بالابسس يعني النيمونيا تقلب للانج ابسس لما نيجي نشرح اللانج ابسس هقول لك من احقر الاورجانيزمات اللي تعمل لانج ابسس هو الستيف ده. اربعه نعالج الستيف ازاي؟ لا قلناها في الانفكتيف اندوكاردايتس. يلا يا جماعه عايز بقى اسمع اجابه سريعه خاطفه اوكس فلوكس لايكولوكس فانكومايسين. خلاص لسه في حد بيقولهم ورا اوكس كلوكس دايكولوكس فانكومايسين اوكسا سلم كلوكسا سلم دايكولوكسا سلم
فانكومايسن ده اقوى واحد بقى اللي هو اللي سبب ترتعش كده وانت بتديه ده بيموت السب العيان بالمناسبه. طب ندخل بعد كده والله بيعمل نيفروتوكسيس وهاي بوتنشال وممكن تلاقي ايه تلاقي العيان مات والاستاف طالعه بتضحك كده على صدر العيان وبعدين تقوم ميت على صدر العيان. المهم منظر يعني والله البانكو عشان كده ما ينفعش البانكو مايسن الا في المستشفى. طيب يبقى الاستاف ايه تاني قولوا بقى. واحد يقول لي على فكره يا دكتور الحاجات دي صعبه انت عارف ده رد عليه اقول له خلي عندك دم بقى والله يا جماعه فعلا ما تبقاش اقرع ونزعي يا راجل ده انت ما ذاكرتش حاجه في الموضوع كله ده انت اللي هو يا جماعه يعني انت خد بالك ان الواحد بيذاكر باساليب 1900 خشبه ده لسه في الباثولوجي يعني انتوا لو بداتوا الاثنين بتذاكروا مع بعض والله فعلا هو انتوا الاثنين نقي واحد كده من 1900 خشبه قول له تعالى احنا الاثنين نذاكر نيمونيا هتلاقي هو لسه فين يا جماعه ده لسه في الديفينيشن في الايتيولوجي وقعدوا يسمعوا كله يدخل في بعضه ولسه بقى اللانج ابسس والبرونج ده العمليه ده هيعيش ناس انما انت خلاص ذاكر بقى بذمه عشان تقوم انت تتميز فين بقى في الام اس كيو ليجينيلا. طب بصوا يا جماعه نعتبر الليمونيا الشرب ايه يا جماعه ليجينيلا تميلوا بقى ده انت كنت بتتميل دلوقتي ايه هايبوناترينيا ليمفوبينيا مش عارف ايه هايبوناترينيا جي اي تي مانيفيستيشنز انه ان بتعالج بالريفامبيسين بالايه كمان ازيستروميسين سوبرفلو افكر كده شويه. طيب ندخل بعد كده طب المايكوبلازما مايوكاردايتس مينينجايتس اوتوميونيتيك انيميا اي جي ام تعالج بالازيسترو والسيبرو. طيب ايه كمان قلنا لسيف تعالج بالاوكس بلوكس دايكلوكس فانكومايسن مستشفيات تيجي بعد الفيرال انفكشن ابسس. طب نيجي بقى طب الاستاف كمان مشروع في مين اخواننا مين مدخنين لا المدمنين اكتب كده جنب كلمه الاستاف اخواننا المدمنين دي مهمه جدا ليه بقى لان في الحاله وما نيجي نحل حالاتها هتلاقوا الحاله دي بتتكرر كتير قوي يجي ساعات يقول لك مش هقول لك ده هو من اخواننا المدمنين لكن انت اكتب بس اخواننا المدمنين ليه لان ساعات تبدا الحلقه يقول لك ايه ولقينا في علامات ماركس في الدراع تاتوز تعرف في طالب تلاقيه قاعد والله تلاقي طالب والله قاعد كده اللي هو ايه في علامات في دراعه طب ماشي اللي هو ايه يا ابني اكتب لك الكلمه دي ليه في واحد يعدي ده ممكن يبقى تاتو لا علامات في دراعه هو عايز يقول لك ان هو ايه يا جماعه دراج ابيوز يعني كل كلمه وليها ايه يا جماعه وليها بالظبط طب مش هقول لك بقى دوله عايزك تشغل دماغك انما ممكن راح طلع علامات في دراعه طب والله ده شكله لا الدراج ابيوز يبقى في ايه على طول بقى هو بيقول لك ايه اخواننا المدمنين اذا ذكر اخواننا المدمنين ذكر مين الاستاف لانه سكن انفيكشن يقوم يذكر مين انفكتيف اندوكاردايتس لا الاكيوت باكتيريال اندوكاردايتس ومدخلاك في نيمونيا ولانج ابس يبقى حاله حلوه جدا على فكره كل ده مبني ما هو برده عايز افكر شويه بقى يعني لازم تبقى ايه مذاكر الاستاف كويس ندخل بقى بعد كده نتكلم عن اخواننا الخمرجيه بقى اخواننا اللي هم ايه كلابسيلا اذا كان الاستاف يجي في اخواننا المدمنين فانك الكلابسيلا تيجي في ايه في الخمرجيين لان الخمرجيه ودايما يجي ايبيكال على فكره يجي فوق عشان ساعات يجي يقول لك ديفرنشال دايجنوزس اوف ايه يا جماعه اللي هو ايوه ايبيكال لانج ليجن كل مصر هتقول ايه الكلابسيلا هتقول تي بي مصر كلها هتقول ايه بانكوست تيومر مصر كلها هتقول برونكيكس سيكا مراجيكا مصر كلها هتقول انكيلوزنج سبوندولايتس لكن مين فيك يا مصر هيفتكر كلمه على فكره ما انتش غير تي بي بالمناسبه لكن مين فيك فينا مصر هيقول ايه بقى كلبسيلا نيمويا فريدلاندر نيمويا كلبسيلا دي من حاجات على فكره بتتعالج بايه برضو ازيثروميسين سوبر فلوكساسين وممكن السيفوتاكس كمان بقول لك ايه ازيثروميسين سوبر فلوكساسين عشان نبقى ايه يا جماعه كلامنا واحد فايرال نيمويا فايرال بقى ممكن والله فعلا حاسس كده ان هي ممكن تيجي لان انفلونزا تيور بدات على ابواب تاني ففايرال نيمونيا اسمعوا بقى السؤال ده انا هسالكم في سؤال دلوقتي هي الفايرال نيمونيا اما تيجي الاجابه الصح قولوا ذا فولوينج اكسبت مايلد لوكال ساينز دي صح جنرال ساينز سيفير فيفر لا لا ده بقى فايرال لا تيبيكال نيمونيا كلها تعمل فيفر جامده قوي لا فيفر وهيديك وماليزو ادروكس بس يا ابني الفايرال انفكشن ما بيعملش سخونيه خد بالك بقى شفت بقى حاجه هيفه جدا وطلع طرف الام اس كيو غلط فيها يقول لك فايرال نيمونيا اول اوف ذا فولوينج اكسبت واحد فيفر غلط يحصل اي حاجه ثانيه جنرال سبلينك يكبر ممكن اي هيديك ماليز انروكسيا انما فيفر ما بتحصلش مع الفايرال نيمونيا طبعا الفايرال نيمونيا طب العلاج زي برضو طلب المهرجان الهندي بقى العلاج ازيثروميسين وسيبو يا ابني ده فايرال فايرال ويفكر او يعمل نفسه بقى اي سي بقى في الامتحان ازيثروميسين وسنة كده وعلى فكره سيبو فلوكساسين بيجي نتائج هيقوم بقى وحياتهم طبعا هو هتاخد بقى حاجه انتي فايرال او حاجه او سبورتيف تريتمنت اسبيريشن نيمونيا بقى تعالى بقى في الاسبيريشن نيمونيا ما تذاكرهاش لكن علم على كلمتين بس اكتبهم جنب كلمه اسبيريشن نيمونيا ذا موست كومن اورجانيزم انيروبس قلنا في اول الحصه شوف بقى شفت الحصه وهي بدايتها زي نهايتها ذا موست كومن برزنتيشن از تاكيكارديا
بس موست كومن ايه يا جماعه؟ تكبني انت كل ده لسه بتكتب في بكتب براحتي يعني مفيش حاجه. فالمهم اني روبس ذا موست لا خلاص والله اللي هي دول اللي بيجوا في الاسبرشن مول اي كلام تاني سيبك منه معايا. لان طب هو سؤال يا جماعه لو جه في الامتحان يقول لك قول في النظري بقى قل ما تيسر بما يرضي الله عن المايكوبلازما تكتب الكلام اللي انا قلته بس. طالب بقى المهرجان الهندي كاتب ده اربع سطور شفت يا دكتور قفلت الامتحان كتبت ايه يا ابني؟ كتبت له الوقت بكا الليمونيا بتجيب السكيم وتبدا سيفير جنرال ساينس مايلد لوكال ساينس تعمل مننجايتس مايوكاردايتس اوتو اميون هيموليتيك انيميا تتعالج بالازيثروميسين والايه يا ابني ده الكلام السبيسيفيك انما هي راحت ولا جت هي بتعمل ايه نيمونيا يعني يعني مثلا ما تيجي تقول له اللوكال ساينس قليله اكزامبل اللي هي اللوكال ساينس بس تكتبها باختصار كده جنرال ساينس زي ما انت عارف الجنرال ساينس اللي هي بتكتبها دي بتبقى سيفير الاكس الانفستيجيشنز هي هي الانفستيجيشنز العاديه بس هنا بالمناسبه بيبقى ريتيكولار شادو لان بتاخد الانترستيشن بس انت واخد بالك كده بقت اه قبل ما نوصل للتريتمنت هتقرا يا جماعه كتاب الحته دي بقى تلاقوا عندكم في حاجه اسمها ايه صفحه احنا هنا احنا اللي تكلمونا موجوده بعد التريتمنت صفحه 23 انديسز اوف سيفير نيمونيا حفظ صم يبقى احنا كده في النيمونيا اللي هي ايه يا جماعه الانديسز دي اللي هي صفحه 23 تاكيبنيا ايه هما بقى اللي هي تاكيبنيا اكتر من 30 شوف من 17 يوصل 30 ده سيفير نيمونيا اللي هو وصل لدرجه ان تقريبا يا جماعه في النفس في ثانيتين تاكيكارديا اكتر من 125 يعني مش اكتر من 100 كمان 125 هايبو تنشن حصل بقى القلب بدا يحصل ايه يا جماعه بدا يحصل هايبو تنشن وبدا يحصل ايه يا جماعه مايوكاردايتس والحاجات دي بدا الاكسجين بقى من 60 وثاني اكسيد الكربون اكتر من 50 او خليها 60 60 وخلاص اللي علم عليها بقى كونفيوجن ورينال فيلير والتشيست اكس راي شوف بقى بيقول لك ايه هنا مور ذان 1 لوب معايا مور ذان 1 لوب يعني ايه يعني معنى كده ان انت مناعتك مش حلوه قوي ما قدرتش تحد النمونيا في ايه. طب انا هقول لك على حاجه انت ليه بتذاكر الانديسز اوف سيفير نمونيا دي يعني هي تاكيبنيا تاكيكارديا تاكيبنيا اكتر من 30 تاكيكارديا اكتر من 25 الاكسجين وثاني اكسيد الكربون الرقم المضيء خلاه 60 وخلاص يعني الاكسجين قل عن 60 وثاني اكسيد الكربون عالي عن 60 او واكتب بقى ارسم مخ وكليه مخ وكليه ليه بقى لان في الام اس كيو هيجي يقول لك ايه في الام اس كيو يقول لك all of the following بيبقى indices of severe pneumonia except هنا لو انت مش بذاكر حته دي على فكره ممكن يتلعب بيك يعني مثلا ممكن يقول لك ايه مثلا اي حاجه بقى يوم دخلك فانت لازم تعرف ان هم دول بس يعني مثلا تعرف السؤال ده ما بيجي في الام اس كيو صعب على فكره موجود في ديفيدسون هيجي يقول لك all of the following except يقول لك ايه بقى بس في ديفيدسون لا ترو ولا فولس بيقول لك قول كلها indices of severe pneumonia كل دول indices of severe pneumonia ويجيب لك اختيارات بقى واحد تاكيبنيا اما يجي تاكيبنيا اكتر من كام لانه ممكن يجي يقول لك مثلا تاكيبنيا اكتر من 20 لا اكتر من 30 تاكي كارديا اكتر من 25 هايبر تنشن لا هي هايبو تنشن ده الانديس الاكسجين اقل من 60 ثاني اكسيد الكربون اعلى من 60 الكليه بقى يجي يقول لك جي اي تي مانيفيستيشنز لا ده ورينا مانيفيستيشنز او ايه يا جماعه كونفيوجن يجي يقول لك ان هي موجوده في ايه يا جماعه في كذا لوب اه دي تعتبر بس كذا لوب امتى ورابيد بروجريشن ودي غالبا ما بتجيش في الام اس كيو السطر ده حلو فهو اللي بيجي في الام اس كيو اللي هو فوق بس كده بقى لنا في النيمونيا كلها على فكره يا جماعه عايز اقول لكم كلمه ثانيه النيمونيا ده اصعب موضوع في التشيست خالو عارف الموضوع الهايف ده اصعب موضوع في التشيست خد بالك ان انت لو رجعت تذاكره كله هيبقى صعب بس هو انت هتذاكر ايه بقى يبقى انت هترجع بيتك تذاكر ايه وانت ماشي النهارده كده ماشي اهو ترجع البيت تقول انا هذاكر ايه هتذاكر ايه بقى طالب المهرجان الهندي انا راجع بيت اذاكر تشيست اللي اكثر شاطر شويه يقول لك انا بيحدد انا راجع اذاكر نيمونيا لما اللي شاطر قوي انا راجع اذاكر ايه اتيولوجي باثولوجي ودول المفروض حفظتهم يعني ما اعتقدش ان واتيبيكال نيمونيا دي لازم تتذاكر تجيب ورقه بيضاء كده يا جماعه وتسمع لنفسك وانديسز بس التريتمنت احنا لسه ما خدناهوش اقوله دلوقتي ولا استعدته ولا اقوله ونخلص الخلاصه الموضوع